There uh -huh. مساء الخير لكل الحاضرات والحضور ودي حلقة مختلفة مع صديق مختلف بالتاكيد <applause> <يصف nei> الاستاذ العراقي منصور ناصر، صح كده؟ نعم صحيح لا اصل في كان منصور عبد الناصر آه هو انا نفسي نفسي هو اسمي القديم بالنصوص الشعرية <applause> غيرته ده كان بالمسميري قاله... <applause> اللي قالوا انت عبد الناصر وجمال عبد الناصر التقومي ناصري دوخوني اه قلت يا عم بلا بل... <applause> <applause> عبد بلا عبد طب الموضوع اللي علاقه النهارده آه. بالعبوديه والمؤامره هي <applause> ممكن تكون شكلها مؤامره لاستعباد البشر طيب هو كمقدمه للموضوع ده اللي هو العنوان الكبير بتاعنا الدين مؤامره أو مؤامرة الدين نعم. فالواقع هو ده موضوع يعني أو العنوان نفسه في نوع من أنواع السخرية والاستفزاز ناتج عن إيه؟ إن إحنا بنلاقي كل دين طائفة في مقابل الطوائف الأخرى من ذات الدين بتدعي إن عليها مؤامرة بتدبر ضدها والمؤامرة دي نتيجة يعني إن هم عندهم إن يملكوا الحق ولكن الناس لا تحتمل الحقيقه فطبعا بيكون رد فعلهم ايه ان هم ما يقدروش يواجهوها علانيه فاي تامروا عليها بكل طبعا ما تحمل كلمه المؤامره من يعني ايه تخطيط بعيد المدى وتمويل واصبع خفيه وكل الحاجات اللي الناس تحبها ولكن الواقع هو ان احنا شايفين ان ربما يكون الدين في ذاته مؤامره على البشريه. طيب في قول يعني انا احب ان انا ابدا بيه يعني هو ده الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه وفي قول يعني انا عاجبني ربما بيشرح كتير من الفكره اللي هيطورها معانا صديقنا النصر هي ايه؟ هي اني مش فاكر مين اللي قال كده هو لو يفتكر صديقنا او اي حد على الشات يفكرني بقائل هذه العباره او يعني بما معناه ان انت يوم ما تروح تصلي فهذا دين يوم ما تدعو الناس للصلاه اصبح سياسه دعوه الكلمه دي عميقه ها والسياسه بمعناها الايجابي وبمعناها السلبي جدا بكل ما تحمله كلمة سياسة في العقلية الجمعية عندنا من لعن الله من ساسة ويسوس وسوس وتسوس والسوس وكل حاجة طب ده بالعكس ده هي من الممكن اني على مر التاريخ لقينا ان هي بتنتقل الحاجة للدين بالمفهوم الايجابي للدين اللي هو بمعنى روحانيه، فكره بيجتمع عليها جماعه من الناس الى الاستغلال السياسي الى انتزاع انسانيه البشر وفردانيتهم ليصيروا جزء من قطيع بل اداه جهنميه، اداه جهنميه ل... لافناء الاخر والارهاب. فازاي ننتقل من المرحله دي للمرحله دي للمرحله دي وهل لما من بدا بالالف انتهى بالياء بالضروره ولا ايه القصه فيا مع الاستاذ ناصر من البدايه نتكلم عن الدين بمفهوم انثروبولوجي يعني من بدايه ليه الانسان اخترع الدين او شعر بحاجه لدين اللي هو بدا روحانيه وطقس هيصل بعد كده هو إلى مجموعة من الأساطير إلى قوانين إيمان واعتقاد إلى اعتباره هو الوحيد اللي بيمثل الأخلاق وبدون هذه الأخلاق بدون هذا الدين ما فيش أخلاق وبعد كده هو يعني إيه العقاب في الدنيا وفي الآخرة فنبدأ يعني من تاريخ الأديان الوجه اللي ربما يكون إيجابي للإنسان اختار الدين احتياجات الناس اللي بيسموها احيانا روحيه وايه وجهه نظرك فيها؟ وننتقل تدريجيا عبر التاريخ الاشكال اللي اخذها الدين بكل ما هو في النهايه سلبي بل يصح اللي احنا قلناه العنوان مؤامره الدين على الانسان لاستلاب العقل واستعباده ليد مين؟ ده اللي احنا هنشوفه معاك تدريجيا، اتفضل صديقي. شكرا جزيلا وانا اتشرف بالتواجد في هذه القناه الرائعه واللي اعتبرها يعني قناه قدمت الكثير للناس وضحت كثير من التفاصيل والتداخلات بين الجميع واعتبر هذا الشيء نقطه ايجابيه جدا وارى بان ما يقدمه صديقنا ارنست سيكون مرجعا للكثير من الباحثين الجادين وحتى غير الجادين يعني فالكل أعتقد سيكون مستفيد من هذه القناة لأنها تقدم رؤية جديدة فيها جانب من الحرية والانفتاح وال... على الأفكار ب... على اختلافها بغض النظر عن... عن أي حساسيات أنا أشكر هذا المقدمة الجميلة بس أنوه لها مسألة أساسية أنه الموضوع هو أنا أقول أنه ليس الدين مؤامرة الدين, مؤ... الدين ي... ينفذ مؤامرات لأنه هو كلمة الدين أو مفهوم الدين بحد ذاته هو المؤامرة بحد ذاته أي أن القصد بأن الدين هو الوجه الذي يصدر أمام الجميع ويقول أن هذا الدين هو يجب أن كل إنسان يؤمن بهذا الدين أو ذاك أو آلهة هذا الدين بقيمه هناك أشياء مقدسة في الدين هذه العملية بأكملها هي عبارة عن مؤامرة هدفها الرئيسي تنفي هدفها هو السلطة والتحكم بالآخرين هذا هو الهدف الأساسي لهذا السبب المقدمة اللي تحدث بها صديقنا أرنست وقال بأن هنالك من يصلي لوحده هذا يسمى دين أما حينما يخرج إلى الناس فيصبح في سياسة هذه العبارة هي بحد ذاتها جزء من المؤامرة نفسها أنه ادعاء بأن هذا الدين هو مختلف أن الدين هو الذي الشخص الذي يجلس لوحده ويصلي هذه نوع من البروباغاندا الدعائيه للدين والتقديم على انه مساله خاصه بكل انسان وأنه لا يمكن للانسان ان يستغنى عن الدين وان الدين الحقيقي هو الصحيح هذا الذي يصلي لوحده وهذه البروباغاندا الكبيره لكن بحقيقه الدين هو القطيع نفسه هو الجماعه فعندما ناتي عباره كنيس هي كنيس معناتها الجماعه الإسلاميين هي الجماعة كذلك جميع الأديان تقريبا عندما تبحث وتجد خلفيات الأمور تجد أن الدين هو ما يمثله الجماعة فبالتالي كلمة دين أو مصطلح دين كلمة تطلق على جماعة مؤامرة بشكل عام المهم أنا حتى أبدأ بالخطوط الرئيسية للموضوع أقول ان الدين هو المؤامره وليس ضحيتها وليس جهه اي انه ليست جهه تتعرض لمؤامره هو بحد ذاته مؤامره بل امضي ابعد واقول فكره الله هي ايضا هي فكره توحي بمؤامره هي الفكره تحاول ان تصفي قداسه على الناس وكل شيء واننا بمجرد اعترافنا بوجود اله ووجود دين مقدس اعترفنا باننا اناس خاضعون لاراده هذا الدين وهذا الاله ورجال الدين بالتالي طبعا ودون نقاش. المحاضره راح تكون من ثلاثه اقسام احاول اختصرها بسرعه. الاول الجزء الاول راح يتحدث هل يجيب على تساؤل هل ان الدين هو مؤام هو المؤامره؟ والجزء الثاني هو يجيب على سؤال هل ان الدين هو ضحيه مؤامره والثالث أقدم فيها فيه خلاصه واستنتاجات تتضمن سؤال رئيسي هو ما جدوى التعامل مع الدين وفق هذه الرؤيه؟ يعني احنا انا اضع هذه الرؤيه وهذه الفكره ولكن ما جدواها؟ بماذا ستنفعنا؟ ما الجديد الذي تقدمه لنا؟ وكيف لها ان تجعلنا نفهم مثلا كيف يتواطأ الحاكم مع رجل الدين؟ ويغلسان معا مثلا على الحقائق مثل ما يحصل حاليا ببلداننا يعني في مصر وايران دائما نجد رجل الدين ورجل السلطه يغلسون على بعضهم البعض ويغطون ما يحدث. في المقدمه اقول ابدا المقدمه سريعه اقول ان الدين هو الدوله او السلطه بكل اشكالها قديما. الله الخاص بكل جماعه هو رمز هذه السلطه او ما اسميها المسله الوجدانيه لقوانينها واعرافها مثل مسله حمورابي وايضا الواح موسى هذه الفكره هي نفسها انتقلت من البابليين القدماء الى موسى وهي فكره اللوح وبعد ذلك سنه القوانين على هذه المسلات 613 اعتقد قانون في اليهودي ثانيا آه، أن الدين هو كالدولة لا يمكن أن, تن... أن ينشأ دين أو دولة بدون وجود مؤامرة سواء على نفسه أو على الآخرين بل المؤمنين أنفسهم بل أنني أمضي بعد وأقول أن دينا لا يجيد التآمر على المؤمنين وعلى الجميع لن ينجح بأي شكل فكلما كان الدين أكثر مهارة في الكذب والدجل والغش والخداع والمناورة والغدر وكانت كانت فرصته وفرصه المؤمنين بنجاحه اكبر و يعني ونظرا لان هذا سمعت هذا التعبير يعني لا بد ان لا مساله انه عندما اقول ادير المؤامره لا اعني مفهوم المؤامره باعتبارها مفهوم سيء او سلبي لا اعتبر انه اعتبر في جانب الايجابي او السلبي ولا بد ان ننزل السمعه السيئه لهذه العباره خاصه في الفترات القوميه دائما وحتى هاي اللحظه دائما المؤامره المؤامره يتحدثون لا انا اقصد بها الجانب الايجابي والسلبي ولأن الحياه هي ليست مثالية حتى احنا نكون دائما مثاليين ولا نخوض مؤامرات انا اليوم انا والصديق ارنست تآمرنا ل و... هي شو المؤامره ما هو المؤامره هي وضع خطه هي وضع خطه بين اثنين يقومون بعمل معين هذه هي القضيه باكملها بالنهاية أقول خلاصة المقدمة أقول الدين هو أديولوجيا ومن طبيعة أي أديولوجيا أن تقوم على الشمولية والخداع ولا وجود بدو لأي دين بدون وجود فهم شمولي دين توحيد أقصد بدون فهم شمولي ويخضع الآخرين لسلطته وايضا وهذه السلطه لا تنفذ ولا يمكن تنفيذها ولا يمكن فرضها الا بوجود مخادعات خداع عمليات خداع متواصله ومستمره وتتكرر يوميا مثل ما نفعل الفرائض الدينيه تكرار يومي لكي تنجح عمليه الخداع وغسل الادمغه بشكل سليم وهنالك عمليات خداع وغسل ادمغه شرعيه تمثلها الدولة وهناك عمليات خداع غير شرعية تمثلها يمثلها مثلا السلفيون الان في مصر او غيرهم مثلا شبه شرعية اعتقد هذا هذا وحده يفسر لماذا الدين باعتباره مؤامرة لماذا يحتاج الى الاساطير ويحتاج الى الاوهام والاكاذيب والهدف ترويج خطابه وهذا يفسر ايضا لماذا يرفض بالمقابل هذا الدين نفسه اي محاولة للكشف عن الحقيقة أو حقيقته من قبل العلماء والمفكرين والأحرار من البشر والسبب بسيط واضح أنه يكشف حقيقة هذه المؤامرة في القسم الأول راح أتحدث عن أن هاي المؤامرة تعريفها هو مجرد خطة وأقول بأن الإنسان مثل كل كائن حي هو كائن متآمر بالفطرة يعني لا يمكن أن يعيش إنسان بدون وجود مؤامرة معنى وضع خطة سواء على مستوى الفردي أو الجمعي لأنه كيف تعيش كيف تحصل على حاجاتك الاساسيه دون ان تضع خطه او تعمل وفقها يوميا؟ وكما اقول بانه لا يمكن واذا مضينا بعد نقول لا وجود لدين دون وجود انسان، ولا وجود لدوله دون وجود هذا الانسان، بالتالي هاي العمليه التواصل بين الافراد لا يمكن ان تحدث الا بوجود نظام او اطار اجتماعي او قانوني او شرعي يجمع الجميع وهذه تحتاج مؤامرة بالتالي الإنسان عندما اجتمع مع بعضه البعض احتاج إلى تنفيذ مؤامرة هذه المؤامرة نسميها دين نسميها دولة نسميها جماعة نسميها عشيرة هي بالنتيجة هذا الدين يختلف عن الآخرين بأنه عندما تزداد العشائر والجماعات البشرية وتختلف في بقعة واحدة يحتاج الدين لربطهم معا لانه الرابطة العشائريه او النسب لم تعد كافيه فيحتاج رابطه يسمونها روحيه وهي تسمي ايضا جزء من الدعايه للدين كلمه روح كلمه مزيفه على كل حال هذا موضوع اخر حتى <تلعت> لا اتشتت من هنا فان قدره الدين على اتقان هذه اللعبه واتقان شروط المؤامره كل ما أتقن لعبته كلما استطعت أن تعرف أن هذا الدين ناجح أو فاشل من هنا يمكن القول أن الدين الناجح هو الذي يجيد حياكة المؤامرات ليس على أعدائه بل حتى على المؤمنين به وطبعا هو هؤلاء في المقدمة بل أن وظيفة الدين أساسية لكي يتحقق وينجز ويصبح دين يصبح دينا مقبولا هو حياكة المؤامرات على المؤمنين به والمحافظة على جرعة الضحك والضحك عليهم واستقبالهم لابد أن تبقى هذه الجرعة عالية وبقدر المستطاع وهناك نكات كثيرة حول هذا الموضوع ممكن واحد يعرفها يعني يبحث عنها هذا كله يفسر لماذا يتشدد رجال الدين، لماذا يلحون على كثره الطاعات والعبادات والواجبات والفرائض والادعيه وقصص النار والجحيم وهذه كلها. وكل احنا نتذكر نتائج هذا العمل انه الناس المؤمنين تجد التعليقات ناس تتحدث لك كلها يذكر لك ايات لا يستطيع ان يتحدث، ليست لديه اي قدره على ان يفكر. عندما تجد على صفحات قنوات مثل القنيبي وذول الناس يصبحون مليون لكن عندما تجد التعليقات لا تجد ذوات ذوات ممسوحة كليا لا تجد لهم أي وهذا بالضبط يدل على أن هذا الدين نسبة نجاح كم استطاع من غسل كم استطاع غسل أدمغة من الناس الخلاصة أن الدين هو المؤامرة اللي اخترعها هو النتيجه او المؤامره اللي اخترعها رجال السلطه والنفوذ للسيطره على الناس. فيما يكون التعريف المؤمن بهذا الدين بانه الشخص الذي اشترك في هذه المؤامره بارادته او رغما عنه طبعا وغالبا رغما عنه وهو هذا المؤمن يعلم ان عليه رب... ربما التضحيه بنفسه لو تطلب ذلك من اجل ماذا؟ من اجل انجاح هذه المؤامره. ولكي لماذا يضطر ياجل؟ لانه اولا هو مضطر وثانيا لانه هو يشعر انه منتمي لهذه الجماعه ومصيره من مصيرهم. هنا يحدث خطا شائع. حين نقول مثلا ان رجال الدين يتحالفون دائما مع رجال الدوله والحكم وانهما يعني شيئان عملة, عمله ذات وجهين يعني وجهان لعمله واحده. الحقيقه لا عكس هذا. حقيقة أن الدولة والدين هما مجرد أدوات أو مفاهيم ذهنية وجدت لممارسة السلطة وبالتالي فإن تحالفهما هو أمر طبيعي أي أنهما نتيجة وليس سبب هذه الحقيقة أنا أعتبرها مهمة جدا لأنها تقلب الأدوار والتصورات تماما بما يساعدنا عندما أوصل إلى استنتاجات لفهم ما يجري بشكل أدق السؤال كيف تنجح المؤامرة أولا باختراع مجموعة أحكام وإجراءات ضبط وربط جماعية متشددة وليس اجتماعية لأن يعني الدين لا لا يخلق مجتمعات أدوات وإجراءات ضبط وربط جماعية متشددة هذه كلها بالمحصلة تسمى دين أو تسمى دولة لا بأس بس بالمفهوم القديم تسمى دين هذا هذه المجموعة الأحكام تحكمنا وتوجهنا توجه العبيد او هي تسميتهم عبيد او الرعيه هؤلاء ولهذا هذا الاطار وهذه الاجراءات او اللي تسمى دين هذا هو له حق بامتلاك كل مواردنا بل حتى ارواحنا لانه يقول لك هو الرزق من الله الارض لله وكل شيء للالهه كما تعرف انه الشعب اليهودي الارض هو ليهوى كما تعرف انت صديقي انس متخصص لكن من يشرف على هذه العمليه؟ هاي يشرف عليها رجال دين متخصصين هؤلاء هم اللي يستنبطون الاحكام ومراقبتها وتنفيذها. ثانيا تنجح هذه المؤامره بجعل هذا الدين يزيف ويشوه ويخلق ويختلق ويكذب حسب الحاجه والضروره. لهذا لا نكاد نجد دين الا وهو معجون بالكذب والاكاذيب. ولماذا؟ لان هذه هي طبيعته. وهي بدورها طبيعة الإنسان نفسها هي ليست إساءة لا هذا وصف لأنه ومحاولات ترقيع هذه الحقيقة هي التي تسبب تدخلنا في إشكالات يقول المتآمر مثلا أعني رجل الدين لكل مؤمن ماذا يقول يقول أنت شخص متهم ويجب تسليم نفسك يعتبر النفس الإنسان هي شيء سيء وأمارة بالسوء ويجب أن هذا الإنسان يسلم نفسه وهذا معنى كلمة الإسلام يعني هو الشخص الذي يسلم نفسه يعني مسألة الإسلام مو أسلم تسلم يعني للآخرين هو المسلم نفسه يجب أن أن يسلم نفسه لماذا بسبب وهذا يحدث كيف لا يحدث بيوم وليلة شغل رجال الدين من أكثر الناس طاقة وقدرة على عمل متواصل وناجحين بمهارة في هذا المجال تجدهم يشتغلون ليل ونهار موجودين في كل شارع وفي كل زقاق وفي كل مكان ولا يتركون مكانا إلا ولهم حضور فيه وهيمنة لهذا ويرف... طبعا في نفس الوقت يطردون أي منافس يحتكرون الشارع والحياة وال... وكل شيء لهذا نجد أن الدين وضع عندما نصب الدين وضع وصمم خصيصا لكسر إرادة أي إنسان بالضبط كما يفعل مروض اجياد والثيران طبعا هسه هذا كلام تقول لك انت نظري وكذا وكذا لكن ما هي ادله على ان الدين هو المؤامره نفسها ممكن ناخذ ادله وشواهد من الاسلام والبوذيه والمسيحيه سياسيا ودينيا ولاهوتيا ولاهيا ممكن نقول مثلا ان النبي مثلا الرسول الكريم لم يكن يعني عندما ذهب الى يثرب او المدينه لم يكن الحاكم الأوحد في هذه المدينة كما يعتقد كثيرون لم يصبح الحاكم من اللحظة الأولى بل أصبح كذلك بفعل المؤامرات التي حاكها وهي مسألة تستحق الفخر بالنسبة للمتدين هي تسمية المؤامرة ووضع خطط يعني ليس اعود واؤكد انه كان انه ما اقول الرسول وضع مؤامرات هاي ليست اساءه، اقول مؤامرات بالمعنى تامر على القيام بشيء، لديه مشروع، لديه خطة فهذا المعنى لا أرجو أن لا يفهم كلامي بشكل سيء أو يسقط المعنى الجديد الحديث على كلمة المؤامرة على المعنى الذي أعنيه وهو المعنى القديم بهذه الطريقة استطاع الرسول أن يكون الحاكم الأوحد في يثرب ومن يدقق هذا قليل الناس يعرفون بهذه الحقيقة بأنه كان واحد من حكام المدينة والمدينة يثرب ليست مدينة بالحقيقة هي مجموعة مدن في مكان واحد فالرسول أجى في مكان محدد كان هو الحاكم فنجح كيف نجح بأن يكون الحاكم الأوحد استطاع بنشر الرعب والخوف منه ومن سلطته في المدينة قام بعمليات اغتيال شعراء كعب, كعب وغيره اغتيال نساء بعد ذلك عندما تمكن كثيرا بدأ يختال بالبلدان الأخرى اختار العنسي في اليمن آه هذه كلها هي اللي آه ادت الى نجاح الاسلام يعني هاي المساله لم تكن آه بينهم شغل يعني الرسول اشتغل عشر سنوات كامله شغل ليل ونهار فحسب الروايات التي وصلتنا فهذه العمليه لم تحدث يعني بمجرد مد أتا يعني آه جت سله من سله من السماء واستطاع انجاح هذا المشروع لا كله مؤامرات وسياسه وشغل وكان الساعد الايمن الى عمر بن الخطاب هذه يدل على ان الدين هو المؤامره وان هذا الدين الذي انتج او الذي يسمى دين الان هو نتاج مؤامرات وما زالت هذه المؤامرات هي التي تغذي هذا ما نسميه دين اي ان الدين ليس هو الذي ينتج مؤامرات لا هو منتج من منتجات المؤامره عندي حلقه نشرت بقناتي اسم العنف هو مصدر الدين وليس الدين مصدر العنف لها علاقه بهذا الموضوع لكن هذا بحث يراد كلام كثير ايضا من الادله الاخرى ان يوم السقيفه كان هو ايضا يعني النبي قام بهذه المؤامرات والمقدسه طبعا لابد ان نقول وايضا الصحابه بعد ذلك اتوا بعده ويوم السقيفه هي يوم يوم المؤامره الكبرى ايضا عندما اعترض سعد بن عباده اغتالوه وقالوا قتلته الجن ايضا هنالك ادله اخرى ادله على تغيير العقيده نفسها معناته ان الدين هو مؤامره ممكن تغيير شكلها الخارجي الدين يصبح دين مسيحي اسلامي الايرانيين يصبحون شيعه فجاه قبل خمس قرون جميعا المسيحيه ايضا واختلافات فيما بينها الكنيسه الرومانيه والشرقيه الاله يتغير يعني الدين عندما يتغير الاله يتغير الاسلام نفسه ايضا غير القبله تغيير القبله معناه تغيير الاله فاذا القضيه هذه يثبت بان الفكره هي ليست الدين بحد ذاته ما المؤامره التي تغذي الدين والتي تنتج شيء نسميه دين بالدين الخاص باله فلان او فلان عندما ناتي الى الشيعه والسنه ايضا لا نجد ان الاله هو نفسه عندما نفحص بدقه لا نجد ان الاله هو نفسه. وايضا عندما نفحص بدقه لا نجد انه امام الامام في لدى الشيعه هو نفس الامام لدى السنه، الامام لدى الشيعه هو اقرب الى الاله، بل هو اعلى من النبي في بعض المذاهب الشيعيه. وايضا بالمذاهب السنيه عندهم شيء قريب من هذا المعنى. هذا يتضح لنا بان الهدف ليس العباده. ولا الدين نفسه الهدف هو قيادة القطيع الديني والسيطرة و وأما الدين والله يعني كمفاهيم أقصد كل ما يدور حول ما هو مجرد أدوات أيضا هناك أدلة ادعاء العلم والمعرفة الدين يدعي بأنه كله حكمة كله علم والإنسان يطمئن ويوفر له راحة نفسية طبعا هي راحة نفسية بحكم العادة والتعود لا أكثر يعني المتدين هو أكثر الناس قلقا لكنه كل ما في الأمر هو تعود على هذا القلق واعتبر يعني استمرع هذا القلق وارتاح من عنده هنا أيضا يعني نجد النص المقدس هو نفسه هو واحد من أبرز أسلحة المؤامرة لأنه دائما تجد النص الدين نص غامض صعب أسطوري شروحات والناس ألف سنة تقضيها تشرح بهذا النص الذي كله يقول لك هذا النص هو لا يعني فيه المعاني كلها فيه هو كل شيء كل سؤال تجد فيه هذا يسوي يعني ضخم الموضوع وطبعا هذا النص الغامض هو هو هذا المطلوب يعني حتى يعطيك صوره بانه مثلا السيستاني مثلا عندنا بالعراق ما يطلع ما يطلع كلام بس يطلع يفسد يعني يفقد معناه يعني يصير انسان عادي بس هو ما لا تسمع صوته لا تشوف صورته لا يطلع بفيديو فهو عدة هاي الحيبة يحافظ رجال الدين شاطرين في المساله اما حقوق يعني محصلة المؤامره التي تسمى دين تنجح في تدجين الناس في النهايه وتجعلهم لا يستطيعون الحياه دون وجود وصايه كامله على كل شيء يفعلونه فيما يتعلق طبعا بتاديه حقوق الله اي حقوق الحاكم والدين اما حقوق الناس فلا حاجه للحديث عنها انما التوصيه فقط بالاهتمام بها يعني خلي يقتلون بعضهم بعض, بعض. اذا أه حدث هذا فنحن سنكون الوسطاء والمصلحين فاذا أه حدث خلاف بيننا فاصلحوا بينهما وهكذا بدي أديان المسيحي لانه أه انا اقول لك انا ما خسران شيء يعني انا لدي السلطه لدي الثروه لدي الحكم أه واتحكم مصائر الناس هم اذا قتلوا بعضهم بعضا فلن لن ينوبني شيء. يعني بالنتيجه النهائيه ايضا انه المؤمن ووفقاً لهذه الادعاءات، ادعاءات العلم والحكمه والمعرفه وحتى الطب والفلك ويدعي انه هو انه المقدس كله وانه سيذهب الى الجنه، هاي كل الادعاءات هذه كلها تجعل المؤمن لا يطيق الحياه خارج الحظيره التي يصنعها ويخلقها له رجل الدين في ذهنه بالنهايه نحن لا نعرف الله ولا نعرف الانبياء ولا نعرف الاسلام ولا المسيحيه ولا اي شيء لا نعرف كل هذا الا من خلال رجل الدين بالتالي هو رجل الدين هو النبي هو النص المقدس هو الاله نفسه الموجود وهذا عندما نجي ناتي نفحص وندقق نجد رجل الدين هو المقدس الحقيقي وهذا الرجل يجب ان يتم رفع الاقناع عنه لكي نرى وهذا راح اتحدث عنها بالخلاصه او بالاستنتاجات. القسم الثاني من الموضوع انه هل ان الدين يتعرض لمؤامره؟ اقول هذا صحيح يعني هو المؤامره يعني هو هو اصلا هو الدين هو الشك يعني هو الاسم الذي يطلق على شيء اسمه مؤامره هدفها السلطه. لكن هو هذا الدين عندما ينوجد او يوجد او يسمى دين ايضا يتعرض الى مؤامره. يعني المؤامرة تأتي من قبله وظهوره أو بعد ظهوره وهذا صحيح من نوعين وهذه المؤامرة تأتي من نوعين داخلي وخارجي الداخلي يصدر عن رجال الدين أنفسهم هم يتآمرون فيما بينهم لأنهم يمتلكون سطوة على الناس يعني تمتلك سطو على الناس تمتلك أرواحهم وطاقاتهم وأموالهم بالتالي فهذا أيضا هاي مؤامرة بين رجال الدين أنفسهم هذا الداخلي وأيضا هنالك المؤمنين أنفسهم هم هؤلاء من شده ضغط رجال الدين و يعني يعني متطلبين جدا ويطلبون اشياء مستحيله تكره النفس تقاوم نفسك وما الى ذلك بس هذا اقول مشغول الواحد يتصل المهم المهم النظر هذا اللي يصير شيء بالنتيجه شو شي يصير؟ انه الناس حاول ان ترضي رجال الدين باي باي طريقه فالنتيجه فبت... تكون يدخلون الى الجامع كما يقول علي الوردي كلهم يسبحون وناس لطفاء عندما يخرجون كل واحد يروح الى الى السوق يكذب ويسلب وينهب ويسرق ويفعل ما يشاء بالنتيجه هم يقولون بلسانهم ما لا يفعلون يعني هو تجار رجل متدين اخر حلاوه لكن هو يفعل بيده ما لا يقوله بلسانه هذا هو مصدر الحقيقي للفساد والتخلف والخراب بيننا وهذا اللي ما موجود بالدول العالم الغربي الكافر كما يقال لأنه هذا هذه هنا الله النتيجة النهائية لهذا السلوك لهذه المؤامرات التي يحيكها رجال الدين ويسمونها دين هذه النتيجة تكون حياة معطلة وطاقات مبددة وأيضا هنالك الدين يتعرض لمؤامرة خارجيه هي تتعلق بمنافسة الاديان الاخرى له الجماعات الاخرى وهذه مساله معروفه هذا ايضا النتيجه انه الدين نظرا لغايات الغايات المتطلبه اصحابه دائما يشعرون بانهم يعني يعيشون تحت وطأة مؤامره مستمره ضدهم فهم يخلقون المؤامره ويصدقون وجود مؤامره عليهم يعني انت تصنع الخطه لكي تسيطر على موضوع فتشعر بان هناك بالطبيعي ان تقوم باي عمل بد ان تجد مقاومه من من منطقه المنطقه التي المنطقه التي تريد ان تهيمن عليها وان تريد ان تنفذ فيها مشاريعك فهذا مساله طبيعيه فبالتالي هو يشعر بانه هذا هناك من يتمنع ويرفض ان ان يتيح لرجال الدين او يقدم لهم كل ما يشاؤون وايضا الانسان نفسه المؤمن دائما مهما حاولت انه تغسل دماغه يبقى بداخله هذا الجانب الفردي الخاص يبقى حي مهما حاول رجال الدين والسلطه ان يقتلون هذا الجانب يبقى هذا الجانب حي وهذا هو النقطه التي يطير صواب رجال الدين من وايضا رجال الدين كبيرهم من الانبياء الى دائما يهددون بالويل والتبور ويقدمون خسائر كبيرة من الناس مرضى نفسيا أطفال يجنون بسبب هاي المسألة هلاوس وساوس أناس يجنون فعلا يعني لو أحصينا عددهم لا يقول لا بأس مو مشكلة المهم الدين ينجح المهم الأولوية للدين وليس للنفس لأنه بدون الدين لا يمكن أن يكون هناك أي شيء على كل حال الدين ما هذا رفض وجود الجانب الفردي الخاص للانسان يؤدي بالدين الى ماذا؟ يؤدي به الى محاربه اي شيء تتضح فيه فرديه الانسان، روح الروح الخاصه هذه اين اين تتضح؟ تتضح في من خلال الاغاني، من خلال الفن، من خلال الرسم، من خلال مشاركه الناس في المناسبات الشعبيه كل واحد يعرض مواهبه هذه الدين يحاربها لانه هو يريد يقتل هذا الجانب الفردي بداخل الانسان هو هذا هدفه الرئيسي يدمر هذا الجانب اللي هو الان راس مال الحياه الان في عصرنا هذا راس مال الحياه هو الجانب الفردي الخاص لدى الانسان يجي الدين الذي يدمره وما زال يدمره ونجح تقريبا في تدميره وهذا علينا ان نقاومه وان نكشف الحقيقه والناس خليها تعرف مدى خطوره الدين على مستقبلهم على واقعهم على 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 كل شيء في حياتهم. يعني, يعني مساله مو انا اتحدى ضد الدين لان انا ضد لا انا اصف لك الدين وخطورته عندما يترك هكذا بدون حساب وعقاب وبدون محاسبه ومراقبه وتدقيق. هو حاله حال اي سياسي عندما السياسي يكون دكتاتور ويعلو على القانون فبالتالي البلد يتخلف هو حاله, حالة سلطه فيجب ان يوضع هؤلاء في مكانهم الصحيح هذا كما راينا الان يحاربون الفن الموسيقى الغناء اي شيء حتى المناسبات حتى العيد النبوي <applause> يعني هو المهم لانه لماذا العيد النبوي هو, هو مو مشكله هو عيد نبوي يقول لك هذا مو دين لا هذا لانه هو يختلط بمناسبه شعبيه لانه هذا لم يصدر عن امري هو يقول لك إيه تحتفل بالنبي لكن هذا لا يمثل النبي هو هدفه انه لا هذا انا اريد انه لا انت لا تتخذ قرار خاص بك، انت لا حتى لك بان تكون لديك ان تكون انت مستسلم كما قلت انه الاسلام هو ان تسلم نفسك. انت متهم فهذا المتهم يجب ان يعاقب نفسه ويسلم نفسه وعليه بالتالي ان يخضع كليا لاراده رجل الدين. الفن والجمال بالتالي والاحساس والتذوق وال اشياء جميله و يعني حتى المتعه الجنسيه المتعه الحسيه هاي مسائل فرديه يعني لا ممكن يعني يرفضها الدين لانه يقول لك هذا احنا ما عندنا فرد عندنا جماعه الدين هو الجماعه الفرد ولا ولا النفس مطلوبه احنا لا نريد الفرد مرفوض في الدين الفرد هو الله فقط الفرد الصمد الفرد هذا كلمة علمانية حداثية كافرة بالتالي هذا مرفوضة هنا هذا يوضح فكرة انه الدين يشعر بالمؤامرة بمجرد وجود غناء مجرد وجود إرادة فردية مجرد وجود فكر حر رأي حر حرية تعبير علماء نفس يدرسون الواقع بطريقة علمية منهجية علماء اجتماع هؤلاء اذا وجدوا ما, ما الحاجه لرجال الدين؟ هؤلاء كلهم فش باخ هنا يعني المسألة الدين يصبح عال على الناس ويصبح أداة قاتلة ومدمرة للناس يصبح هو عال على نفسه وعالة على الناس يورط الآخرين يورط نفسه وبمؤامراته ولا يعني الآن إحنا في حيصة بيس ولا تعرف الحقيقة الخلاصة حتى ما أطول الخلاصة ما جدوى القول بان الدين هو المؤامره انا راح اذكر استنتاجات مهمه مهمه جدا اراها في الختام وانا اعتقد كل كل استنتاج هو يحتاج بحث لوحده واترك للاخرين ان يفكرون فيه اولا هذا يفسر الكثير لماذا لانه ينفعنا في فهم ما نحن فيه عندما نرى بان الدين هو المؤامره راح نفهمها راح يرفع عنا غشاوة الدين اللي أعمت عيوننا وقلوبنا أيضا <applause> مش عيوننا فقط حتى قلوبنا أعميت وجعلتنا لا نفقه شيئا ثانيا أن الدين فعلا هو حاجة أساسية من أجل ماذا؟ من أجل تنفيذ مؤامرة ومؤامرة ليست مؤامرة سماوية لا مؤامرة دنيوية صرف هذا الدين الموجود هو حاجة أساسية لتنفيذ مؤامرة دنيوية صرف وليس حاجه روحيه كما يقال الا شكلا وبهدف تمرير المؤامره التي تسمي نفسها دين متسامح واله رزاق ورحيم أي وان القداسه طبعا والمقدس هما يعني كما اراهم مجرد ادوات لتنفيذ المؤامره يعني لابد ان نفهم هذه القضيه وهم وجدوا لكي يحفظ حقيقه هذه المؤامره المزيفه انه اداه حافظه مجرد القداسه وغلاف حافظ لل مرفق ب يعني هو لك القنبله الموقوته او الخلل او الفيروس ويحيطك بالقداسه ولا تستطيع التقرب له ثالثا ان الانسان لا يعيش دون مؤامره وهذا هو المبرر لوجود دين واله وكل ما لدينا حاليا هذا التحديد مهم لماذا لانه يضع الاولويه للانسان وليس الله او الدين ورجال الدين والسلطه ووصفه الدين التوحيدي بالتالي هذه انه الاولويه للدين هذه مدمره لماذا؟ لانها تجعل المؤمن شخص مدمن على غيابه ومستعد لتقديم نفسه قربان للقطع الديني. أذكر بقربان ابراهيم المزيف انه انه استعاض عن ذبح البشر بالاكباش والحقيقه لا هو الجماعه الدينيه اصبحت باكملها قربان قربان لهذا الاله وهذا الدين هذه هي الحقيقه اصبح الامر أسوأ ما كان سابقا كانت الناس تقتل شخص تضحي به الان اصبحت تضحي بالشعب كله. وهذه المساله يجب ان ننتبه لها ويجب ان لا يضحك علينا مره اخرى، يجب ان تتضح الامور ونفهم الحقائق كما هي. رابعا ان الممارسات الدينيه رغم بشاعه اغلبها يعني مهما يكون امر لا بد منه، يعني لا بد ان نعترف بانه الدين فيه جانب جيد جي جي جي. الذي الذي ورثناه. كان جانب حتى تنجح المؤامره وعلى حساب اي كان. فالادمان الديني اللي ب... ب... يتولد عن هذه المؤامره هو ضروري لحبك خيوط هذه المؤامره جيدا بل احيانا انه هذه المؤامره تتطلب ان تحبك مؤامره على المؤامره نفسها لماذا؟ لان المؤامره لا بد منها بالحياه يعني لا بد ان المجتمع يحبك مؤامره لكي ياكل لكي يكسب لكي يحافظ على موارده او يكسب موارد من الاخرين فبالتالي هاي المؤامرة لابد ان تجد لوازمها وادواتها مثل ينشرون حكايات رجال الدين مثل حكاية اثبات وجود الله يعني الناس صار لهم الف سنة من ايام اوغسطين يفكرون الله موجود ودلائل وجود الله واللاهوت والناسوت وثنائية الخير والشر هاي القصص كلها قصص فارغة ما لها اي قيمة ما لها قيمة ما لها قيمة باي بكل معنى لانه اشياء لا يمكن التحقق منها. هاي يسموها قابلية التحقق عندي حلقة راح أطلعها عن قابلية التحقق إنه يعني تقول الله موجود أو ما موجود لا يعني ما الفرق لن يفرق شيء المهم خامسا أن القضية لا تتعلق بكشف فضائح الدين بل بتفهم أسبابها لكن هذا لا يعني تبرير هذه الفضائح سادسا حتى ما أطول آه آه هذا يجعلنا نفهم لماذا نؤمن يعني فكره ان الدين هو المؤامره هذا خلينا نفهم لماذا نؤمن ولماذا نكفر ولماذا نقتل بدم بارد لماذا نعاني نفسيا لماذا نقتل الزانيه لماذا نكذب ونحكم المؤامرات وكاننا نلعب او نلهو هذا يجعلنا نفهم ما فعله اليهود مثلا وجدوا انفسهم وسط امبراطوريات ضخمه المصريه والعراقيه والعاشوريه والشاميه وقال لك احنا ماذا نفعل كانوا خائفين منها فماذا فعلوا اخترعوا مؤامرة هاي المؤامرة كانت خاصة بهم سرعان ما البشرية كلها تورطت بسبب هاي المؤامرة التي صنعوها وارتدت حتى على أصحابها يعني هم يعني شبعوا الموت والدمار بسبب هذه العقيدة التي المؤامرة التي اخترعوها أتى بعد ذلك بولس الرسول استثمرها والرسول وكثيرين اتوا واستثمروها. ثامنا ان ان المهم امامنا أن الفكرة انه الفكره المؤامره ان نصبح اكثر واقعيه وهي ان نكون ان نعرف كيف ان نحسن او نراجع هذه الممارسات الدينيه ونراها نحسبها جيدا وفقا لحاجات المؤمنين الراهنه. هاي اوضحها بعدين لاحقا. تاسعا ان التشدد الديني ومزاعم المقدسات والحفاظ على القدسيه هي قضايا مزيفه سنعرف الغايه منها فقط حين نطبق هذا المفهوم الجديد واعني بان الدين هو المؤامره وعلينا ب... وفقا لهذا التصرف مع هذه الحقيقه على هذا الاساس اي برفع القدسيه عن هذه المؤامره وعن الالهه وكشف الحقيقه التي دفعت الناس ثمنها غاليا وما زالت تدفع الثمن غاليا وهذا ليست اساءه لا في لا توجد فيها هذا هذا كلام احنا نتحدث الآن مرض الفكر وليس مرض انا اتحدث بلساني لا انا اتحدث وجهه نظر وممكن قابله للدحض والنفي وال... وال ممكن ما, ما... وانا مستعد اتراجع عنها لكن مهم ان يكون نقاش حر ودقيق. عاشرا ان دراسه ده... تاريخ الدين فائدتها وين هاي الفكره؟ أن دراسة تاريخ الدين وأنبيائه وتعاليمه وأساطيره ليست عملية بحث أخلاقية إنما عملية تحقيق بوليسية فعلا بمعنى الكلمة للكشف عن الأبعاد المؤامراتية العامة والتفصيلية لكل دين معنى أن دراسة الدين هي دراسة لمؤامرات الدين ليس باعتباره أمرا سيئا لا بل باعتباره كأمر كان ضروري ولا مفر منه للبشرية لكن هذا لا يعني أن هذا الحال يجب أن يستمر هذه عشر. الانسان المدمن على الدين هو انسان خائف. ولهذا نجده يرفض التفكير، يرفض مواجهه الحقيقه دائما. وهذه هي استراتيجيته الاكبر الوحيده تقريبا. لماذا؟ لانها مريحه بالنسبه له، لانه تغنيه عن الهم والغم حتى لو خسر حياته بسببه فهو يقول لك انا موعود بالجزاء لاحقا، وانني لم افعل شيئا سيجعلني اخسر. هناك جائزه تنتظرني. ثاني عشر. هذا الحال مفهوم من قبل المتدين المدجن يعني فكرة أن الدين مؤامرة هذا الشخص هو مؤمن بمؤامرات رجال الدين ونصوصهم المقدسة وكان هذا الأمر نافع سابقا الآن على هذا المتدين المدجن أن يعرف أن الأمر اختلف لماذا لأن أكبر مشاكل هذا المؤمن الآن لم تأت في مرحلة ما بعد الموت بل أن في مرحلة في حياته هذه نفسها لا يعرف الان المؤمن كيف يحيا، كيف يتعامل، كيف يتفاعل مع العالم، كيف يتداخل، كيف يتعلم، كيف يقرا، كيف يفهم، كيف يتطور، كيف يغير عاداته وتقاليده ما يعرف يعرف كيف يعيش على الطريقه القديمه ولا لا يعرف كيف يحيا، هناك فرق طبعا بين ان تحيا وان تعيش النظام الديني يعلمك كيف تعيش كما تعيش الحيوانات تاكل وتشرب لكن لا يعلمك كيف تحيا لانه لا يريد لا لا يريد منك ان تحيا الحياه هي التي يجب ان نطمح لها المشكله مشكلتنا في الحياه وليس في الموت من يتحدث وماذا افعل بعد الموت واين اذهب مشكلتك في الحياه وليس في الموت عليك ان تفهم ايها المؤمن المدجن والخاضع لاراده الجميع أه ما يحصل في الدين يتآمر مع الشيطان يعني هذا يكشف حقيقه ان الدين يتآمر مع الشيطان نفسه بسهوله تامه. الان اذا عندما نجي الرقم ما يحصل في المنطقه مصر خاصه منذ نصف قرن هذه مؤامره بابشع اشكالها لم تحصل مؤامره اكبر منها طوال التاريخ. كل احنا نتذكر اجتماع برجلينسكي مع السادات ومع الملك خالد بالنهاية التسعينات مع بعد بعد قبل قبل غزو افغانستان اصلا. وكلنا احنا نعرف الدعم الامريكي للنظام التربوي الديني السعودي هذا هو اللي انتج لنا اه ابن لادن وانتج لنا ذاك اه الثاني نسيت اسمه الفلسطيني اه وهو اللي انتج الدواعش هذا النظام التربوي اللي دعمته اه دعمت الامريكي وطبعا امريكا ذكيه مصالحهم ناس يعني لا و اه وايضا رجال الدين مصالحهم كلهم مستفيدين عدد شعوبنا هي التي تدفع ثمن وما زالت تدفع ثمن المؤامرة هاي نفسها هي حدثت مع الخميني الصحافة والكاميرات اللي تحيط بيته يوميا في فرنسا قبل قبل ان يرسل بطائرة خاصة لماذا؟ وحتى علاقة فرنسا بقيت قوية مع هاي كلها ادلة المؤامرة ايضا تكررت مع داعش وطالبان يعني المؤامرة الدين المؤامرة الذي تعرف وليس الدين نفذ مؤامرة لا هو الدين بحد ذاته المؤامرة علينا ان هاي التحديد شوية صعب واحد حتى أختم أقول عليه فأن الدين والله هما مجرد ذريعة يتم استخدامها أدوات حسب حاجة أهل السلطة والثروة والهدف السيطرة العامة وليس الشعب أو المجتمع لأننا ما زلنا لسنا شعوبا ولا مجتمعات ولا دولا بسبب هاي الحالة بسبب أنه ما زلنا في خانة الدين وأذكر أن الدولة هي مؤسسة اجتماعية وليس مؤسسة جماعية نحن ما زال بدليل ما زلنا جماعات ولهذا السبب لا تتشكل لدينا دوله، لأننا يعني لم نستطع ان ان نتقبل وجودنا داخل المجتمع. يعني انت جماعه لكن لا تتقبل وجودك داخل المجتمع، ترفض تضع حاجز حتى اللي يسافرون خارج في اوروبا في الغرب تجدهم كانتونات خاصه بهم. هذا اللي يعني هاي المؤامره الكبيره التي يتحالف بها رجال الدين والدوله ما يسمى دوله لدينا هذا هو اللي يفسر صمتهم عندما يرتكب رجال الدين حماقات ومبالغات ويصدرون فتاوى عجيبة خامس عشر وأخيرا التوصية التي أريد تصريح بها هي أن الدين مؤامرة كانت ضرورية مع مجاميع بشرية جاهلة ومتخلفة وفقيرة وسط عالم صعب كل أمراض كان وحروب وصراعات وظلم وشحة موارد الآن علينا أن نعرف أن الزمن اختلف الإنسان لم أصبح قابلا أن يتعلم لا أن يتدجن أو يتم ترويضه كما تروض الماشية هذا الإنسان أصبح قادر على أن يتعلم وأن يصير عالما وفلكيا ويطير إلى الفضاء ويقتحم الفضاء ويقتحم المعارف كلها التعليم المعاصر يتطلب علما وعلماء وليس دينا وكهنة وكهنة شكرا جزيلا وأسف عليك أترك الفرصة لك أه, تمام شكرا ليك. طيب أه, نبدا بس بنقطه سؤال صغير ليك وبناء عليه من الممكن نبدا المناقشه. هي أه الدين عند الانسان البدائي يعني لو احنا تكلمنا على ما قبل اليهوديه قبل ان يكون الدين دين ودوله لان من المعروف ان هو ربما في اديان كثيره جدا ما ارتبطتش بالدوله. او ما ارتبطتش بالدوله بالشكل اللي موجود ما بعد الديانات الابراهيميه فهل في فارق يعني نقول ابتداء من الديانات البدائيه الديانات بتاعه الامبراطوريات الكبرى اذا كانت في بلاد ما بين النهرين في فارس في في مصر وبعد كده المرحله الثالثه مع الديانات الابراهيميه هل في فرق بين الثلاث مراحل دول؟ ما 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 انتبهت على السؤال ده لكن الفرق بين الدين والدوله قصدك يعني انت دلوقتي هل الدين عند الانسان البدائي كحاجه اجتماعيه او الى اخره الدور اللي لعبه الدين لان احنا نعرف ان هو في ممارسات طقسيه بدات من الانسان البدائي بل هي مشتركه ما بين الهومو سابيانس والنياندرتال وربما قبل ذلك هم هايدنبرج والى اخره ففي ممارسات لها علاقه بطقس بدين واحنا قلنا الدين تطور بعد كده هو بالاضافه الى طقس شعيره الى انه يتحول بعد كده لمجموعه من الافكار والاساطير وبعد كده هو الى دجمه ومجموعه من قوانين الايمان الحاكمه وبعد كده هو كمان اصبح مسيطر على الاخلاق فاحنا السؤال دلوقتي فلو احنا قلنا بس تقسيمه كده كبيره يعني في الدين عند الانسان البدائي والدين عند الامبراطوريات الكبرى لما ظهرت حتى من دوله المدينه والامبراطوريات اللي هو كان في جزء من المؤسسه نفسها البتاعه الدوله كان فيها مؤسسه دينيه خاضعه وتابعه الى اخره وفي المرحله الثالثه اللي هو ما بعد الديانات الابراهيميه اللي هي تبدا باليهوديه هل في فارق بينهم ولا كلهم الدين واحد لا هو الموضوع اختلف لانه سبب انه احنا المشكله عندنا بتعريف الدين دائما نتحدث عن الدين وكانه هو كتله صماء وهذا الكتلة نذهب إلى عمق التاريخ نجد الدين هو يمتلك الجواهر نفسها هاي فكرة أفلاطونية دائما من أيام الزمن اليونانيين دائما يعتقدون بأن هناك جواهر لكل شيء هناك مثال إيديال هذا الإيديال دائما نجد الدين لديه فيه جوهر لديه ما هي هذه الفكرة أصبحت الآن يجب أن نفرق بينها وهي موجودة بالمخيلة ضمن سريقتنا وتعلمنا ضمن نظامنا الفكري، لكن هي الحقيقه ليست هكذا، الدين كان هو مجرد احنا تسميه بحثيه ليست لا اكثر ولا اقل. تسميه يستعملها علماء والباحثين لإطلاق, لاطلاق على نظام ربط ووصل ربط وضبط بين الجماعات، بين جماعات محدده معزوله. تطور الانسان واصبح بالإمكان. مع الزمن كما قلت يعني من هيمو سابينس تطورت ال... اصبحت الجماعات متقاربه مع بعضها، ازدادت الكثافه السكانيه اصبح الدين لا يلبي نظام الضبط والربط الجماعي بين الافراد. اصبح من الضروري وجود مدينه، هذا ظهرت المدينه واول ما ظهرت في اريدو وايضا بعد ذلك في مصر. لماذا؟ لان ازداد عدد السكان وهي حضارات انهار وايضا في السند فالدين كان ضروري أن يتفاعل ويظهر نظام للضبط والربط يتجاوز الاتصال أو العلاقة الجينية أو العلاقة النسب فهذا أصبح الدين الآن تطور حاله حال أي شيء آخر تطور بالبشرية فأنا نتعامل مع الدين نقول دين لكن المعنى يختلف يعني الدين عندما أتعامل مع الدين التوحيدي معنى يختلف عندما اتحدث عن الدين الهندوسي مثلا حتى في المعاصر الدين الهندوسي لا 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 معنى لكلمه الدين بالنسبه لي ما ماذا تقصد بالدين؟ وعندما نجي نحللها نجد معاني كثيره طبعا هاي يراد لها بحوث كامله اكو الف تعريف تقريبا للدين معنى فعندما تجي على الريليجن بايام شيشرون عرف الرجل قال هي علاقه بين علاقه علاقه تقوى فعلاقة تعريفات كثيره لكن الخلاصه انه ما نسميه دين هو المؤامره التي يحبكها مجموعه من الناس هو ما نسميه دين هو مؤامره يحبكها مجموعه من الناس وفقا لشروطهم الخاصه هذا تعريف يعني تمام وفقا وظروفهم البيئيه والجغرافيه والثقافيه والتاريخيه وثقافتهم وهذا يعني حصيله هاي الامور كلها نسميها دين والرمز الكبير لها يسميه اله ولهذا سنشوف انه عندما تجعل على الالهه الالهه وما ماذا يقصد إله انه انا انا اعرف اكو 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 عمرو بن قميئه اعتقد اسمه يقول انا ارى ذبيحه فلان كيف يذبح اعرف دينه بمعنى ماذا يعني يعني اعرف اله اعرف من هو اله فمعنى انه كل جماعه لديها اله خاص بها مثل انه الان كل واحد يعرف العمله التي يتعامل بها يعني مثلا في فرنسا الفرنك هذا الدولار فهذا يعرف انه هاي القضيه لا تنسجم مع قوانينه واعرافه فبالتالي صارت لكل جماعه اله لكن بعد ذلك ظهرت الاديان التوحيديه بعد ظهور الاسكندر ظهرت فكره جديده. قالوا انه ليش هذا بدا الانسان يشعر بانه هو جزء من هذا العالم وان النوع البشري هو نوع متماثل وبالامكان ان يكون هنالك دين واحد واله واحد يجمعهم جميعا. هذا اللي صار بعد تطورت فكره الدين كما قلت انت يعني صارت الان نتحدث انه صارت المؤامره اصبحت لا ليست وليده عفو الخاطر مثلا انا وانت الان اتفقنا على مشروع، على انه نضع خطه نسوي لقاء انا وارنست ونتفق عليه، لا اصبحت الان مساله ضخمه احتاجت نظام معقد اكثر تعقيدا ويتطور بعد ذلك ويتشكل على اشكال دوله. طيب هو كان السؤال بتاعي الهدف منه ان فكره الدين بتستخدم باكثر من معنى، فاحنا لو رجعنا من البدايه اللي أنا قدمتها واللي حضرتك يعني العرض بتاعك، هو في إيه؟ في هل الدين اللي هو بالمفهوم اللي هو التصور عن غيب لدى الأفراد أو الجماعات اللي من البداية ربما بيحل لهم إشكاليات وجودية اللي هي بدأت في الديانات البدائية في الشكل يعني اللي الارواحيه هي نسبه ارواح لكل شيء لان ده في الاخر بيديهم مع الشمانيه اللي هو الوسيط اللي هو بيديهم يعني شعور بالنسبه لنا احنا شعور وهمي وكلنا في النهايه لغايه دلوقتي هيفضل الدين في شكله الغير سلبي الغير تامري وهرجع لنقطه التامر بعدين بس احنا خلينا دلوقتي الدين هو انه بيدي حلول وهميه لمشاكل حقيقيه ولكن نظرا لان الشخص لا يملك ادوات فك الالغاز المحيطه به والمجهول مرعب فهو عنده استعداد يتقبل اي جواب يبدو جواب. طبعًا. يعني يعني لا يدقق فيه كثير كثير جدا ليه؟ لانه مريح في النهايه لان لازم نعيش. فيبقى هنا هو الارواحيه يعني كل شيء له روح الشجره النهر كل شيء له ارواح وبعد كده هو ان احنا برضو كجماعه في رابطه بيننا لان الجماعه حتى من الانسان البدائي ربما امتدت اكثر من النسب حسب الدم ولكن في رابطه روحيه اللي هي نوع من انواع التوطامية وبعد كده هو ان في امكانيه التواصل مع هذا الغيب لتهدئه الشرير والاستعانة بالخير من الريح من الماء من من الصاعقة إذا كانت يعني في كل شكل لأن كل شكل من مظاهر الطبيعة من الممكن يكون إيجابي ومن الممكن يكون مدمر فإحنا إزاي ناخد العسل بتاعه ونتجنب الشر بتاعه وهنا بيدخل كمان معانا الشمان اللي بيدعي من خلال شخص عنده مشكلة في دماغه <applause> عايش في الدور او بيستعبط ايا كان مش مشكله بس الجماعه محتاجاه اللي هو يعمل لنا ان احنا بنتحد في خلال طقس بنتواصل هو عنده قدره خاصه بتواصل بشكل يعني ايه عنده الـ 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 الشبكه احسن عنده فبيجيب <applause> لنا الرسائل وبيظبط الدنيا واحنا ايه متفقين عليه طيب فده شكل من اشكال الدين اللي هو حتى اليوم عند البشر ما زالت الاسئله الكبرى هي مشاكل الانسان البدائي. معنى الحياه اضافت ليها بعد كده هو من قريحه الانسان وابداعه هو اضافه كمان الجنه والنار والثواب والعقاب والحضور الكامل والتام والمسيطر والمهيمن على الاقدار الجماعيه والفرديه للامم والاشخاص من هذا الكائن اللي هو ايه بدل العين عنده مليون عين وبيراقبك في من صحيانك من غسيل وشك لحد ما بتستخدم ورقه تواليت ولا شطاف تمام فيعني احنا جاوبنا العلم اجاب عن بعض الاسئله اللي كانت مهمه جدا للانسان البدائي إلا اني بقرحتنا وزي الخيال كده هو نوع برضو من الإنسان يحب يخوف نفسه فيعني أبدعنا في صناعة أه وحوش تهدد الوجود البشري ومجاهيل مرعبة فبالتالي يعني ما زلنا في حاجة إلى هذا الشكل من أشكال الدين بالإضافة للشكل الإيجابي اللي هو يعني إيه بيوحد جماعة معينة في إيه الرابط اللي بينها رابط اصبح نوع حتى ما بين الوطنيه وما بين الدين من ناحيه الرموز والطقوس هي ديانه في النهايه. طيب ولكن زي ما قلنا يعني الديانه باشكالها المختلفه اما فرضية تجيب على الاسئله بشكل ايجابي الشكل السلبي بتاعها ان احنا نضيف تهاويل على مجاهيل اضافيه ونرعب البشر ويصبح الدين هو الحل اهو الشكل السلبي ان هي تعمل اتحاد بين الجماعه لحمه بينهم في شكل وطني وشكل كمان روحي لكيان هذه الجماعه اللي على راي صديقنا شريف يونس ان هي لها ماضي ولها حضور ولها مستقبل فكجماعه جماعة. لا الى ان هي تتحول لهدف في حد ذاتها يسيطر عليه مجموعه من الاشخاص لتوجيه الناس نحو تدمير الاخر وكل الصراعات اللي هي بتتجلى في الاخر للحضور الالهي لرجل الدين المؤله الطامع في السلطه وهو في صراع مع رجل السياسه سلطه هو صراع الملك والبابا هو صراع الـ الـ الانسان الانسان صاحب السيف والشمال القديم بكل صوره في كل الاديان ده الشكل السلبي منها عشان كده بقول لما احنا نيجي نتكلم عن الدين لما انا قلت ان المقوله الاولى هو ان يوم انت تصلي ده دين فاحنا ايه اللي نقصده بالدين هو الحاجات الايجابيه اللي واللي محتاج لها الانسان او يتوهمها الانسان هو حر تمام وبيمارسها في شكل شخصي او في جماعه بحكم ان هو متوارثها ولكن ما عندهاش طموح للهيمنه للسيطره على الاخرين. هنا ينتقل للجزء الثاني انك انت يوم ما تدعو الناس للصلاه اصبحت سياسه، اصبحت ايه؟ اصبحت دوله، اصبحت سيف، اصبحت هيمنه، اصبحت استعباد، اصبحت استلاب الشخص لفردانيته وكل الاشكال السلبيه، فهل في حدود؟ اه، الحد الاولاني في صديقه هنا هو يعني طوال الحلقه بتتكلم شير يوسف بتتكلم على ان هي مسلمه ما عندهاش مشكله. آه ليه لأن في داخل كل الأديان، آه في أشخاص علاقتهم بالدين هي علاقة يعني حتى أن آه في دين آه, آه كويس صح لكن مش واخد منه هذه المساحة من التفكير والاهتمام ولا هو خاضع بشكل مباشر أو غير مباشر لمؤسسة دينية أو رجل دين يعني الناس الطبيعية في معظم الأماكن وإلا. لو هذه المؤامره بشكلها السلبي هنا انا بتكلم بتاعت رجال الدين للسيطره لو كانت ناجحه 100% كانت الحياه على الارض انتهت. مهم. لكن الشخص الطبيعي زي ما في رغبه في الاجتماع مع الاخرين وفي التوحد مع الاخرين بدرجه ما تحسسه بهويته بقوميته الى اخره في دائما في عند كل انسان ومن جيل لجيل ومن سن لسن في رغبه في التمرد على القديم وتحقيق نوع من الفردانيه لما بيكبر في السن بيبقى اكثر باقل اقل سوريه الى اخره فهو هذا الصراع صراع ابدي وبحسن الحظ ان في هذه الفردانيه والرغبه في الابداع والرغبه في الخروج عن القضية القضية عند افراد او عند كل شخص بدرجه ما أو عند كل شخص في مرحلة عمرية ما بتمنع إنجاح المؤامرة الخبيثة لمفهوم الدين اللي اتاخد من احتياج بشري اجتماعي طبيعي إلى التوظيف وهنا يعني أعتقد كده هو يبقى أصبحت واضح إحنا بنتكلم عن إيه أنهي دين اللي كل واحد حر فيه أه؟ وحرية الاعتقاد المكفولة اللي بيضمنها قانون حقوق الإنسان وما بين المؤسسات الدينية والتوظيف الدين من أجل الانتشار والهيمنة والسيطرة واستعباد الأفراد إلى مؤسسات سياسية أو دينية هو رجل الدين أكمل الفكرة نيجي هنا ده بالنسبة للدين بالنسبة بعد كده فكرة المؤامرة وهنا حصل لبس كتير جدا فالمؤامرة أنت بتتكلم على المؤامرة على أن هي ممكن يكون لها وجه إيجابي ووجه سلبي، أنا ما أقدرش أقول في المافيا والمافيا خيرة ومافيا سي... سيئة، لو أنت عايزني أقول لك أن في مافيات لها أوجه اجتماعية كانت هي دي الدولة في مناطق بتاعت بتاعت في, في, في إيطاليا وفي مناطق كثيرة مثلا حتى في رومانيا في مافيا، كان في روسيا في بعض المافيات، في يعني فكرة المافيا هي دولة هي دولة، الدولة تعتبر مافيا بس احنا ما نقدرش نقول على الدولة مافيا ليه؟ لان هي بتامن لك اول حاجه المافيات دي لها اعتقادات دينيه يعني المافيات الايطاليه كاثوليكيه ممارسه بالتكلب كلب يعني ها مادونا وسانتا مادونا ويعني دينيه بنت حرام يعني في الدين يعني ها طبعا و... وبتحقق للناس اول حاجه في التكافل الاجتماعي ولو انت حسبتها ان هي مش اتوات ان هي بتاخد ضرائب يبقى الدوله مافيا بس احنا ما... ما نقدرش نقول ان الدوله مافيا واخد لبالك بالك والمهم فبرضو موضوع الاصطلاحات ده من الممكن يعمل ارتباك فانا انا من وجهه نظري ان المؤامره هي ال... في فارق بين المؤامره الكلمه التي لا تحتمل بالنسبه لنا على الاقل دلوقتي بس طبعا كل واحد يستخدم اللفظ بس يشرح لنا هو يقصد ايه لما شرح المصطلحات تمام فالمؤامره ان هي تبقى مجرد هي اي شيء له تخطيط يهدف يعني له يعني في ايه في في هدف وطريقه وخطه للوصول الى هذا الهدف فتعتبر مؤامره لا دي من ممكن يتسمى مثلا دلوقتي بلغتنا يتسمى ممكن برنامج عمل بل حتى برنامج سياسي تمام من الممكن يتسمى مثلا خارطه الطريق خارطه الطريق ممكن يتسمى مثلا لوبي مجموعه من اصحاب المصالح عايزين يحققوا مصالحهم في وجود اصحاب مصالح اخرى متعارضه بس ما نقدرش نقول ان هو يعني هذا يفسر لماذا انتهى الدين؟ لماذا اصبح موديل قديم؟ تمام يعني المهم او نسميها في الاخر الكلمه لو احنا عايزين كلمه محايده نسميها استراتيجيه فالاستراتيجيه ممكن تكون استراتيجيه جيده وممكن استراتيجيه يعني هو مش مش تعديل عليك انا انا لأ لأن لاحظت من التعليقات ان في احيانا في لبس بسبب استخدام المصطلح. فهذه الاستراتيجيات استراتيجيات من ممكن تكون استراتيجيات جيده، ممكن استراتيجيات تنمويه، وممكن استراتيجيات تدميريه. تمام؟ طيب فاحنا لما هنيجي نتكلم على موضوع الاستراتيجيات هنا هو، ف وفكره الدين. انا بقول الدين الذي يخرج من الممارسه الشخصيه والتصورات عن غيب لفرد او لجماعه بحكم الميلاد بحكم التوريث لان شيء طبيعي الاباء بيورثوا اولادهم مجموعه من المفاهيم لكن الخروج عن هذه المفاهيم لفرد من افرادها او في علاقتها مع الجماعات الاخرى لا تشكل بالنسبه لها مشكله فهو ده شكل ده احنا ما عندناش اي اعتراض عليه أما الدين اللي احنا نعرفه دلوقتي في الشرق عشان كده قلت في المرحلة الثالثة من التصور الديني مع دولة المدينة ربما بدأ يظهر والممالك بدأ يظهر بشكل خفيف جدا ها لكن مع الديانات الإبراهيمية صار أصبحت الدين مؤامرة بالمعنى السلبي استراتيجية تدميرية تخريب وسيلة خبيثة لمجموعة من الأشخاص هذي لاستغلال البشر ما نحن فيه حاليا بالضبط من اجل تحقيق مصالحهم التسيد عليهم باسم مين باسم هذا الكتاب وهذا الغيب وهذا الله فاصبح الله الذي لم يره احد قط ولن يراه او حسب اعتقادك انك هتشوفه برافو عليك بالتوفيق يلا شوف روح روح روح, روح ولكن هم اصبحوا هم الالهه الحقيقيه المنظوره الفاعله المؤثره المخربة اللي بتستعبدك طب ما في واحدة بتقول أنا مسلمة ولكن ما ليش دعوة بالكلام ده كله أيوة جزء من الاستراتيجية الخبيثة هو السماح لمجموعة من الأشخاص الأحرار ها؟ لأنهم ما يقدروش يسيطروا عليهم وده نوع من أنواع إيه إن داخل الدين الواحد في مجموعة من الاستراتيجيات تشتغل كلهم بيخدموا على بعض الوجه البشوش في ساعة الاستضعاف والسيف في ساعة الاستقواء ولا هوت بيتغير لاهوت القلة ولا لهوت الغلبة وقت الاستضعاف في استراتيجية أو مؤامرة أو الاتنين عشان من أجل التبشير بالوجه الحسن فيقول لك تعالى للإسلام الإسلام كويس تمام دخلت في الإسلام ينفع أخرج ما تنفعش تخرج يا بابا طب أنا دخلت في الإسلام آمنت بالكتاب ومحمد رسول وإلى آخره تمام لا مش تمام ما تصليش الجمعة معانا تدبح إيه <applause> <applause> يبقى هو ايه المؤامره غير كده استدراج دخلت القفص عبد لينا لينا لا لله <applause> بس يعني فاتفضل هو القصد انه شنو يعني الفكره كلام دقيق طبعا اللي قلته خاصه بالنهايه انه حتى اجمع الكلام اول مره سؤالك كان نتحدث عن الاخير حتى ما انسى. انت قصد قلت انه ان الدين هو مؤامره وتحدثت عن هذا الموضوع وان هنالك فرق بين شخص يصلي لوحده وشخص لا يدعو الاخرين الى هذا الدين. هذا الامر غير ممكن لانه انت لا يوجد دين فردي. هذا وهم وهذا جزء من المؤامره الدينيه التي تم نشرها وجعل الناس يقتنعون بها يعني حتى احنا لان انا هذا الحقيقه اكتشفتها بعد يعني بعد ان انطلق علي المؤامره لعشرات السنين يلا بالان بدات ادرك انه هذه الفكره فكره وجود دين شخصي هي فكره مؤامراتيه بامتياز هي جزء رئيسي من المؤامره انه يجعلك تظن بانه هذا الـ 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 ما اقول السم يعني هاي كلمه قاسيه ان هذه الشحنه الفكريه المعرفيه او الاسطوريه الخياليه اصبحت جزءا منك حتى بدات تشعر بانها انها جزء رئيسي منك انها تمثلك كذات الشخص الذي يخرج يدخل الى معتكفه ويقول انا معتكف وفي صومعته هذا الشخص لا لم يدخل مع نفسه بل اخذ معه كل الخرافات التي زرعت فيه بل حشرت فيه تماما واصبحت جزءا من لحمه ودمه وكلامه ولغته وحتى نظراته اصبحت جزءا من حواسي لان يعني كما يقول كان نحن لا نرى العالم الا بالطريقه التي يفكر بها الدمار والرجل الدين يدخل الى الدمار الى المقولات الاثني عشر بالتعبير الكانتي يدخل ويقولب هذه الاشياء بطريقته وانت تظن انك سعيد ولطيف وانت لدي انا انا لا اؤمن انا اؤمن بأنت كل كلامك بحد ذاته هو, هو دين كل كلمه لدينا احنا تجد فيها اثار رجل الدين هؤلاء عندهم خبره 5000 سنه يضحكون علي وعلى مليون واحد مثلنا خبرة خبرة آلاف سنة تخيل احنا خبرتنا كم انا وانت ما افراد بالكاد ننشر راي هنا او هناك هؤلاء خبرة عتاولة شياطين معنى الكلمة حتى الشيطان يعجز امامهم فامامنا المهمة كبيرة وجبارة القصد انه القصد من انه انه فهم موضوع الدين باعتباره هو المؤامرة هذا يجعلنا نفهم انه نفصل القداسه عن مفهوم الدين. يعني احنا نهائيا نفصل هذا هذه الفريه الكبيره هذا الدين ما له لا علاقه باله ولا علاقه بقداسه. ما له علاقه بهاي كلها. هذا الدين هو كمؤامره. اذا ما نفهم الامور بهذه الطريقه كل شيء راح يتضح. كل الاوراق ستكشف. اه ما, ما احنا هنا هو بعد اذنك احنا هنا ما, آه. ما اختلفناش على ان الدين ده حضرتك بتقول مؤامره بالشكل السلبي والايجابي، انا بقول لك الدين مؤامره بالشكل السلبي، يعني لا اقبل فيها حتى ايجابيا. الان الان صح صح، لا انا معاك انا هذا نسيت لكن احنا نقطة ده. على شكل الاحتياج الانساني وهنا هو يعني للصديق العزيز وصديقنا العزيز الاستاذ شريف يونس بيقول ولكن الدين يا استاذ ارنست هو بطبيعته عقيدة أو فكرة جماعية، تمام؟ العقيدة الشخصية اسمها رأي وبالتالي مش ممكن الدين يكون مسألة شخصية خالصة العلمانية فقط تجنيب بعض الجوانب بعيدا عن يد الدين طيب ما هو تمام يعني احنا ما اختلفناش ربما انا اللي ما كنتش واضح بما فيه الكفاية اني كلمة الدين استخدمتها بمعنى ايه بمعنى موقف شخصي من غيب ممكن تقولي لا ده ما ينفعش كتعريف للدين خلاص واخد <applause> بالك لكن انا واضح بقول هو موقف شخصي من الغيب من الاشياء الغامضه وبيتوارث الانسان ده شيء طبيعي ده كمان بياكد اللي قاله صديقنا منصور لما انت بتدخل المعبد بتصلي انت مفكر انك انت بينك وبين الله انت مليان ذهنك زي في تجربه الموت <applause> الاشخاص ها. اللي بيمروا بتجربه الموت اللي, اللي هو الموت اللي مش الموت الحقيقي ها؟ اللي هو يعني ايه؟ آه... العقل مش في كامل وعيه بيتخيلوا بيعملوا خبرات وبيرجعوا يقولوا شفنا شفنا ايه؟ شفنا اللي انت وعايش ممكن أيه. بتتعلموا لو انت كانوا بيعلموك في نكر ونكير هتشوف نكر ونكير، لو بتتعلم ان مريم لسه واحد صديقي كان في غيبوبه كان هيروح بسبب كوفيد ولما طلع شاف العذراء بتقول لهم ايه لا خلوه كمان شويه هذا دليل على كلامي انه تدخل الى المعتكف وتاخذ معك الاحاديث ما, أنا ما ده تاكيد لكلامك يعني انا عايز اقول ان ما فيش اختلاف اول حاجه بالنسبه لشريف يوسف فبقول ان هو انا بقول ان الدين عند الانسان البدائي اللي هو في الاخر طبعا احنا ممكن نسميها يعني ان هو بيتامر على نفسه وماله بس هو ده الحل ده الحل بتاعه اللي أوجده عشان يقدر يستمر أمام صراعه مع المجهول المخيف هو هذا أنا معاك قلت كلمة مهمة أنه الآن هذا الدين دورة سلبية أنه باعتباره عشان مؤمنة. كده بقول ابتداء من اليهودية التبشيرية كانت رغم جهل الأشخاص بأن هي في وقت من الأوقات كانت تبشيرية كل الدائره التبشيريه بما فيها الفتره البوزيه التبشيريه نعم اول ما تنتقل الى مرحله التبشير تتحول الى سياسه تتحول الى رغبه في الهيمنه بشكل او باخر الا ان يأتي لها فرصه ان هي تسيطر سياسيا مش هيتردد حتى في مصر القديمه في الاسره 21 لما اصبحت من القوه بما يكفي راحت اصبح ملكها مش عايز اقول هنا كلمه فرعون لانه كانت 21 او يعني في 21 كان ممكن في كلمه فرعون، اصبح فرعون بتاعها رئيس الكهنه امون. فاذا هي خطه تمام؟ هنا بقول ان هو كراي شخصي ولكن ما ينفيش ان هو راي الجماعه اللي بيرثوا الفرد. طب ايه وعشان كده بقول ان هو برضه ما خرجناش على فكره الدين الجماعي. هي فكره ايه؟ ان هو حتى لو خرج من هذا التصور الجماعه بتاعته مش بتنبذه، مش بيقولوا نقتل دمه، نحلل دمه. الشيء الثاني علاقة هذا الشخص اللي موجود في جماعه توارث عنها تصور عن غيب. في علاقتها مع التصورات الأخرى لهذا الغيب المختلفة ما بيحصلش بينهم صراعات على أساس الدين، ليه؟ لانه يفضل امر شخصي حتى ان للجماعه ولكن كافراد ومش بيفرضوه على الاخرين. وهنا ده اللي بيعمل الفارق ما بين الديانات اللي احنا بنسميها وثنيه وما بين عشان كده قلت ابتداء من اليهوديه او اي ديانه تبشيريه دعويه تدعي امتلاك الحقيقه ان زمان كان في السانكريتيزم من ايام الدوله القديمه ايام الدوله القديمه في الالف الثالثه قبل الميلاد. في مين أو... عندنا في بيبلس كانت الدوله القديمه من الاسره الثالثه والرابعه والخامسه في بيبلس في 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 نقية كان في تبادل تجاري والقينا هناك في ايه ها ان لقينا في معبد لايزيس كانوا الفينيقيين بيسموه عشتار ما فيش مشكله إيه طبعا يعني انتوا ايه اللي عندكم انتوا بتسولفوا ده قريب من اللي عندنا او مختلفين ما فيش مشكله. لانه هذاك يشتغل والفكره اليهود عندما تلاحظهم تاريخهم عندما يتركهم موسى يعبدون بعل لماذا؟ لان هذا يشتغل هذاك ما يشتغل. والله <applause> ده بتاع الحرب ودي بتاعت الزراعه. يعني هو الالهه مثل الدولار والعمله يعني انت <applause> مثلا يقول لك انت العمله الايرانيه مثلا هذا ما يشتغل. ما تشتغل ما حد يشتريها. فالعمله الجيده كانت في ذاك الوقت مثلا اما يهوه او او ايزيس فمين اللي يشتغل؟ مين اللي يتصرف يديم عمليات الربط والضبط الاجتماعي؟ هو ليش اقول لك انا جربت لك مثال هذا عمرو بن قميع عندما شاف الناس تذبح واحد قال لك طريقتك في الذبح اعرف الهك فهو التداول الفكره الاساسيه اللي انت حسب كلامك انه المؤامره هي جيده يعني لا نقول ان, المؤ... إن الخطه خلينا نقول الخطه حتى لا يساء الفهم الدين لابد ان يتحول الى ايديولوجيا او هو ايديولوجيا بحد ذاته يعني هاي مساله وان يتحول الى ايديولوجيا ليس مساله سيئه يعني لا, لا لا نقول انها سيئه يجب ان نفصل الامر لكن عندما يتغول الدين ويطلق سراح رجال الدين ويصنعون ويخل... الهتهم كما يشاؤون بت عند ذاك يصبح الانسان مكبل ويسحق ومد... ذات الانسان يصبح انسان عاله على حتى على نفسه يعني يحول الانسان الى عاله على نفسه يوبخ نفسه دائما ويحاول ان يسحقها ويدمرها بالكامل وايضا ان الفردانيه الموجوده عند الانسان هي جانب غريزي لكن هذا الجانب يدمرون هؤلاء يحولون الانسان الى كائن مطيع يعني مطيع في القطيع، فبالتالي هذا هي الصوره المطلوبه المثاليه بالنسبه لهم، اي جانب فردي لدى الانسان يدمر يقتل، المراه تحجب، تحول الى اله مجرد للتفريخ واستيلاد رجال عدوانيين وهذا كله، القصد كما قلت إن كما قلت تنى, الان الدين اصبح عامل سيء، كان سابقا عامل وحده، عامل عامل عامل, عامل عامل تجمع عامل ادامه اواصر العلاقات بين الناس وضمان وجودهم لا وهذا لا ما يحتاج عدوانية يحتاج شر شر جيد يعني الاله لهذا الاله اللي, اللي لا اللي احنا عندنا بالعراق نقول ال الامام اللي ما يشور ما يعور ما ما يفيد يعني لازم يشور يعني لازم يأذي يعني, يعني ايوه احنا محتاجين يهوى الجنود ايه يهوى الجنود ايه يهوى ايه يهو صباوت صباوت هذا كنت خشن خشن بدنا راجل يعني بدنا راجل يعني بدنا ذكر اي <applause> اي يعني هو فعلا يا يعني يعني شوف الرجال عندما المتدينين جماعه القنيبي آه الاسلام قوي هو هو فخور بهذه المساله هذا هذا يعبر يقول لك ما هو الدين عندما اسمع هؤلاء يتحدثون الاسلام عزتنا في الدين فتلاحظ بان هذا هو الدين عندما شر... ترى هؤلاء تشعر به. هذا هو الدين الذي الـ الـ شحنه العنف داخل الانسان اللي تخرج من عنده تجدها تشع من وجهه عندما ترى القنيبي وامثال المتدينين والدواعش تلقاه فرحان يروح يسوي عمليه انتحاريه ويضحك تخيل انه حجم يضحك المغفل ف... فيعني <applause> <applause> الاعمار <applause> 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 تخيل انه هذا هاي الشحنه الدين العظيمه اللي تقول بالانسان وتحوله الى كائن مطيع في القطيع <تصفيق> 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 ما يعني هو احنا كده هو احنا بنتكلم على الدين دلوقتي ما بعد الديانات الابراهيميه واللي بيسموها ديانات توحيديه هي انا في رايي هي اللي تصح فيها كلمه مؤامره بش بالمعنى الايجابي خالص بل جزء من هذه المؤامره وهذه الاستراتيجيات ان هي بتقدم نفسها في اوجه مختلفه على حسب الظرف ولكن ما تتغير الظرف يظهر وجهها القبيح لان في جيناتها هي السيطره والهيمنه واستلاب الاشخاص الافراد لعقولهم وحرياتهم واستعبادهم يعني هضرب على كده هو مثلا وضع الكنيسه الكاثوليكيه دلوقتي حاجه في منتهى الجمال ايه ده ايه اللي حصل اللي حصل ان هي دلوقتي في مركز ضعف لكن إيه؟ لو عادوا عدنا لو في مجال إيه؟ للهيمنه والسيطره بتغير الاوضاع هترجع هي 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 هي, هي مسيحيه وكاثوليكيه القرون الوسطى هو الذئب لا يغير جلده تمام نفس الشيء المسيحيه في فتره الاستضعاف إيه؟ استشهاد وتمجيد الشهاده لان في الاخر بتضحي بناس وماله ده برضو جزء من ابشع ما في الانسان هو تمجيد الشهاده وتمجيد الدم والاستثمار في الدم والافتخار بمن ماتوا وقتلوا وحث الناس على الموت. هاي المؤامره هي هاي المؤامر هاي المؤامره هاي تعريف فاذا الدين هو المؤامره وليس العكس. آه. لا على سبيل كمان برضو المثال على ازاي ان هي كمان تقدر تقدم وجهها تقدم نفسها باكثر من وجه. أي طبعا لانه هو هذا إيه؟ مثلا على سبيل المثال كانت الكنيسه الكاثوليكيه يعني هقول مثالين كده بسرعه من المسيحيه وطبعا قص على ذلك اللي مثلا بالنسبه للاسلام اللي هو بيقبل احيانا التدين الشعبي طول ما هو ضعيف ولكن يوم ما يقدر يمتلك ادوات وفلوس وكلام زي كده هو هينشر المذهب السلفي لكن يعني ايه بيلعب مع الناس تمام طيب فانا هتكلم على مثالين في مثلا في القرن ال13 أصبحت الكنيسة من الفساد والاستبداد والسيطرة والهيمنة والجهل ونشر الجهل وامتداح الجهل وامتداح كل ما هو رديء اللي خلى الإنسان البسيط المقهور يكاد أن هو إيه يفقد احترامه للمؤسسة الدينية ولكن مرعوب عشان كده نلاقي في هذه الفترة كل الرسومات في الكنائس هي جهنم والعزبات والاسنان اللي بتطلع واللي بنغليه في في الخراء ده مغزى اللي بيغلي وده اللي بنغليه في المني بتاع البني ادمين وايه بقى ويقعد يتفننوا شعب جاهل بيتفنن ازاي بقى العزبات هو ده صناعه المخيف اللي بيسيطر عليه غير كمان الانسان البدائي اللي تمام طيب آه... ف بدات تطلع ثورات اصلاح قبل الاصلاح البروتستانتي اصلاح للكنيسه من داخلها فبدات جماعات تقول لا المسيح كان فقير المسيح كانوا فقراء لا احنا تصورنا زي ما انتم بتقولوا يعني هم في الاخر منتج للكنيسه ان المسيح كان فقير ان يجب ان احنا نعيش الكتاب المقدس او نعيش طبعا زي ما هم بينقلوا الناس ما كانتش بتعرف تقرا ولا هم بيترجموه ان احنا نعيش ايه في التضحيه في البذل في العطاء والمعطي المسرور يحبه الرب طب احنا من قوتنا من طعامنا وطعام اولادنا بنديكم انتوا بتعملوا ايه <applause> اشربوا افخر النبيت تمام طبعا طبعا وهذا اللي الناس طبيعيه تحس ان الموضوع فيه اشكاليه فالوقت ده كان فيه ايوه بدات تظهر رهبانات تدعو الى الفقر والعيش زي المسيح كانت الكنيسه بتعتبرهم هراطقة وبتدمرهم بتفنيهم الى وقت جاء واحد كده ذكي شويه ها أه؟ اسمه أنسونت الثالث ولو ما كانش جاء كان هيطلع واحد غيره يستغل الموقف ويقول لا ده احنا تعالى يا ريحتكم ريحه الخنازير زي ما قال له البابا أنسونت الثالث ليه فرانسوا داسيز اللي هو أه. على اسمه البابا دلوقتي فرانسيس الاسيزي من اسيز أه من شاية. ايطاليا تعالوا يا شويه معفنين <applause> احنا هتخدموا القضيه بتاعتنا <applause> ازاي ان احنا لما يجي حد يوبخنا يقول لا ما احنا راضيين عن دوله ايه لا أيه أيه. ال... اللي اسمها ال... الام تريزا الام أيه. تريزا لما حبت تخرج من الهند كلكوتا وتخرج للمجتمع الهندي عشان لقيت الناس اللي بتموت من الجوع ما هي بني ادمه ما احنا برضو الدين مش ناجح تماما بحسن الحظ لما خرجت بدافع انساني تشوف الناس اللي بتموت تساعدهم على الموت وطبعا نظرا من ثقافتها المسيحيه الواقع ما كانتش مهتمه بالعلاج هي بتقعد مع الميتين صح تساعدهم للموت عشان كده بنقول برضو في تشوه الناس دي برضو مش طبيعيه تمام الكنيسه الرئيس الاساقفه اللي موجود هناك بعد الام اللي راهبه في الدير هددتها انك انت لو خرجتي ما ترجعيش تاني ده خارج النظام بتاعنا وهدتها الاسقف وفعلا خرجت فاصبحت مطروده من الكنيسه لما الموضوع بتاعها نجح الكنيسه عملت ايه؟ تعالي ده انت مننا من الكنيسه الكاثوليكيه بتعمل ايه؟ إيه لأن هو الفكره هي الفكره انه قياده القطيع والسلطه لانه يعني هذا يرجع لاصل الموضوع يعني هو ليش يقول ان فكره الدين هو المؤامره؟ عندما يعني نفهم الامور بهذه الطريقه هاي كلها نستطيع تفسيرها بخلال هذا المفهوم ان الدين هو المؤامره واي نظام اي اي يعني حتى الدوله هي هي بتعبير من التعابير هي مؤامره وأم اما أن يعني ياتي الدين ويستند الى افكار غيبيه ووهميه واسطوريه فهذا مساله طبيعيه نعتبرها يعني الانسان مضطر ان يستند الى افكار يسميها مقدسه يعني هي فكره الوطن ايضا فكره مقدسه هي فكره وهميه فلا بد الانسان ان يثبت نفسه في قضيه معينه وينطلق من خلالها لكي يستطيع التاسيس عليها التاسيس على حقيقه معينه او يؤمن بحقيقه معينه على قلت عباره مهمه قلت حلول وهميه لمشاكل حقيقيه انسان يجد حلول وهميه لمشاكل حقيقيه، هذه مساله لا بد منها، لا لا مجال لان نتخلى عن هذا الموضوع ولا يمكن لاي انسان ان لا يختار حل وهمي، احنا نحن مرغمون على اختيار حل وهمي. يعني ليست مساله مشيئتنا، حتى الكائن الحي عندما يخرج من عرينة او من حفرته يخرج ولديه لديه تصور وهمي بانه سيحصل على غذاء فنحن لابد ان لاننا موجودين في عالم غامض متغير سريع الحركه لا لا نستطيع ان نضمن بعد دقائق ماذا يحصل فبالتالي احنا مضطرون الى اختيار حل وهمي لكي نستطيع الاستناد على قضيه حقيقيه وهذا هو ما نسميه اله ما نسميه دين ما نسميه قداسه ما نسميه مقدس ما نسميه صنم ما نسميه محراب هيكل نسميه كنيسه ومخلص هذه كلها هي عبارات شيء واحد هو هذا المشكلة الأكبر إنه الإنسان يختلف عن بقية الكائنات أغلب الكائنات إنه الإنسان هو عنده وجهين وجه فردي وجه جماعي إنسان لا قيمة له بدون أن يكون لديه وجه جماعي إنسان كائن اجتماعي لا نستطيع أن نتخلى عنه وأنا أعتقد إنه الجزء الاجتماعي بنا هو أكبر بكثير من الجزء الفردي لاننا لا نستطيع ان نحيا بدون ان نولد نلد ونعيش ضمن جماعه ضمن اسره وهاي الاسره بحد ذاتها هي جزء من الانسان حيوان اجتماعي دي صحيحه تماما يعني شلون؟ الانسان حيوان اجتماعي اعتقد طبعا لا لا يستطيع لهذا السبب شوف عندما انت تتحدث يقول لك انت تهين تهين ديني يعني تهين القطيع انت اهنته انت, أهنت. أنت أه... أه شلون ازرع اديان انت ازدريت القطيع انت لابد ان تحترمني، حتى كلمه تحترمني ما معناها؟ ما معنى. الاحترام من الحرام. حتى شوف اللغه شلون شلون الدين داخل بها بعمقها. فاحنا نستخدم كلمات هي دينيه وبعد ذلك تذهب وتقول انا اتهجد واتعبد واصلي لله ولا علاقه لي بالعالم كله ولا لا اخضع لمؤامرات الدين وخزعبلات رجال الدين. هذا هذا واهم يعني. وهم وهم كبير فالقصد انه فكره انه الدين هو المؤامره يحل لنا كثير من الاشكالات يعني عندما نتامل بها اكثر راح نعرف بانه ما يحصل هو نتيجه عدم فهمنا لهذه الحقيقه وان الدين هو نتيجه وليس سبب. الصوت راح اه دلوقتي ناخد اسئله او مداخلات من الاصدقاء أيه طبعا انا ما جاي اشوف الشات الشات اه بس طب في واحد انا هقول اللي بيقوله كذا تعليق ليه بس ما تحطش اسمه يا ياسر آه تمام آه طيب هو ان عنده في مفهوم ان هو اول حاجه ان احنا ماسون <applause> انا أتكلم في المؤامرات فاحنا من المؤامره الماسونيه <applause> المهم لكن وطبعا في حته كده القياس الديانات الوثنيه على الدين الحق. الدين الحق اللي هو ايه؟ طبعا هو لو سني يبقى السنيه يعني السنه والشيعه ايه؟ أه؟ طبعا هو شيعي بقى والولايه والامامه والامام الغائب تمام؟ لكن <applause> الاثنين مجمعين يعني ان احنا نفضل انا عن نفسي اتكلم بمنتهى الصراحه، انا افضل الديانات الوثنيه اللي ما عندهاش حدود. ايه الحدود؟ اللي بيسرق بتقطع ايده. جاي تنورنا اختفي <applause> المهم يعني يظبط يعني هذا التعليق اللي عايزك تعلق عليه طبعا انتم موسى للدجال كل ده طبعا من الحقل اللغوي اللي هو اتولد فيه الدجال والعين الواحده يعني هو هو الحقيقه في عين هنا انا مخبيها ودولا صناعي واخد بالك احنا يعني رسل الدجال <applause> يعني هسه احنا ايوه ولا يعني انت دجال ولا انا طب انتم موسى للدجال اه لا الدجال مش احنا أجاوبة. الدجال تمام. اجاوبه اجاوبه أي. صحيح ولو أجاوبة. ظهرت ولو ظهر فستقبلونه بالاحضان تصور الدجال اللي جاي كله ده من الاساطير الخرافيه إيه الدينية. تمام لا بس لا انا شايف ان الاعتراضات ان الاعتراضات دي دمها خفيف جميل من يرفض <applause> الدين الحق هو وين الدجال؟ <applause> احنا بدنا دجال انا بد وين وين الدجال؟ <applause> هو وين الدجال؟ احنا محتاجين دجال يا اخي يحل لنا هاي حقيقي. حقيقي. على الاقل الدجال مش هيبقى اسوء من الدجال بتاعكم <applause> المهم من يرفض الدين الحق يكون <applause> <applause> اخطاء <applause> عند بعض اتباعه او لوجود ديانات وثنيه عنده اختلال في معايير القياس وينسحب ذلك على تفكيره واحكامه. طيب نورت المحكمه يا استاذ طبعا انا عشان مش هيبطل تعليقات بعد كده ظريفه مهم. احنا نعمل له بلوك او هو يمشي لوحده افضل ما احنا نعمل له بلوك وما يعمل لناش تعليقات بدل ما احنا نعمل بلوك غير كده ايه تعليقك على الناس اللي هو مولود معجون بهذه الاساطير الخرافيه والدجال والمسونية إيه والماسونيه هو. على افتراض ان هو فاهم يعني ماسونيه والماسونيه العالميه واحنا ولو جاء الدجال وبيفترض سيناريوهات دي كلها إيه. اه في الاخر بيقول لنا الدين الحق اللي هو ايه اللي جاي بالحدود والقتل وبتاع وقتل المرتد والسياسه في الدين والدين في السياسه واللخبطه دي كلها بالحاله الماساويه للناس اللي بتمارس هذا الدين اللي عليه الشخص ده بيبقوا دواعش فجاي يقول لنا لا ده دي اخطاء فرديه فايه رايك؟ هو رايي انه نرجع لأصل الموضوع هو ما هو الدين؟ هو الدين القطيع يوفر للانسان شيء غير موجود كما قلت انا انه الانسان هو انسان كائن مثل العمله ذات ذات وجهين وجه فردي وجه جماعي هنالك الاغلبيه المنتمين الى الدين او المؤمنين بالدين هؤلاء تطبعوا ويعني سحقت ذاتهم بارادتهم او برغما عنهم الى ان وصلوا تماهوا مع الجماعه اصبحوا جزء من القطيع وبات عندهم الرعب الحقيقي ان يعيشون خارج القطيع او انه مجرد ان ينحرف عن الصراط القويم لهذا القطيع يشعر بالخطر الكبير وانا اشفق على هؤلاء بصراحه واحترمهم ايضا لانه هو فعلا تحت ضغط هائل لا يستطيع الخروج لانه متعود يرتاح يمشي يسير خلف القطيع ما يقوله رجل الدين معظم الاجوبه موجوده لديه هو ما عنده مشكله هو يقول لك انا اسير مغمض العين هنا عنزه تسير خلف قائد العنز كما بدون حتى لو مغمض هو يعرف الطريق فبالتالي انت تاتي تاتي وتفسد عليه هاي المتعه يا ارنست <applause> أنا أيوه أيوه أنا يعني, <applause> يعني هو مرتاح يا أخي عايش في متسردم مع هذا الجو ويعلم ب لا هو اللي جاي هو أنا اللي دعيته <applause> <applause> لا ما هو هو, <applause> إيه هو موجود هو المشكلة القطيع دائما هو لابد أن يختار طريق <applause> الطريق اللي يمشي به لابد أن يتعارض مع الطرق الأخرى فهو يشعر بوجود خطر انه انا أصير مع هذا القطيع، القطيع دائما يحس ان هنالك مؤامره تحاك ضده، يعني مثل قطيع الثيران مثلا هنالك اسود تترقب تترقب الفرصه لل... والقطيع ايضا هو لديه مؤامرات الخاصه، فهو الطرفين لديهم مؤامره، القطيع بحد ذاته هو فكره مؤامراتيه لانه قطيع الثيران لماذا لا تجمع قطيع حيواني؟ تجمع لكي يحمي نفسه مثل ما التجمع البشري الاول تجمع لكي يحمي نفسه ويتعاون الناس فيما بينهم لكي يواجهوا العواصف والكوارث فهذا الشخص عندما يجي ويقول لك انت دجال الدجال معناته يعني تفسد القطيع ويعني تعرف الاخ لا يعرف اخيه والمؤمن لا يعرف المؤمن والمؤمن يقول <applause> يعني هي هاي الفكره مالته اه ماشي هنعمل بس تعليقات بسرعه بيقول انتم ملاحده وكلامكم في الدين مرفوض كلامنا في الدين مرفوض طب من وجهه نظر سيادتك او لو في الدوله اللي انت تتمناها يعملوا معانا إيه؟, آه؟ إيه؟, ايه؟ مرفوض مرفوض احنا ما عرضناهوش ع... يعني مرفوض اخلع يعني انت جاي عشان ترفض طب احنا المفروض نعمل ايه؟ نستمع الى نصيحتك ونبطل كلام ولا تقتلونا ولا تعملوا ايه؟ طيب إيه؟ أه، نرجع بعد كده هو لتعليقات اهم من كده هو ده خلص تمام طبعا الاستاذ محمود البهنيهي وده اللي وضع الموسيقى بتاعت العود الفنان بتاعنا في البدايه والخاتمه م. فبيقول انا سمعت الشيخ بيقول انكم كنتم مسجونين في قاع المحيط ايام الملك سليمان عليه السلام وخرجتوا في اخر الزمان <تاع> <تاع> انت جاي من البحر كده مبلول <تاع> <applause> الاخ منصور جاي مبلول <applause> والله والله انا عطشان عطشني والله اه, أه والله تصور فعلا <تصفيق> 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 سيدنا العفيد بتاع سليمان غرقنا في الميه <تصفيق> <والله> <تصفيق> بس مستاهل. غرقنا مستهل. غرقنا من العطش مستاهل هو دائما القطيع دائما يرى انه الخير هو البقاء في القطيع واي شيء خارج القطيع هو شر اي شيء يكره القطيع الديني هو شر فتعريف الخير والشر بالنسبة له هو هذا إنه هو ممكن يقتلك ويعتبرك هذا عمل خير أنا أرسلتك إلى <تصفيق> <تصفيق> يد الذي لا لا يحمد على مكروه سواه ابتداء من دلوقتي يا ريت أي واحد عنده سؤال كدا. شريف, <applause> أنا شريف سؤال طيب شريف يونس بيقول لكن إذا كانت المؤامرة ده سؤال مهم جدا إذا كانت المؤامرة طبيعية في أي جماعة فما الذي يميز الدين عن غيره من الأفكار المؤامراتية؟ ولماذا اخذت المؤامره الكبرى بمعنى قوتها وهيمنتها شكل الدين؟ هي يعني انا لو باختصار بسرعه ونبدا نجاوب بسرعه قدر الامكان يعني من وجهه نظري هذا مهمة مهم طبعا آه ان هو المؤامره بالنسبه لي بمعناها الاستعبادي السيء الرديء ليس فقط المفاهيم اللاهوتيه المحتكرة لهذا الدين من ممكن تكون شوفونية قومية حسب العرق الكلام ده كله كل الأفكار الخرافية آه, تمام ولكن مشكلة الدين إن هو طبعا الحديث باسم الله والإرهاب بإن هو في إله ماسك الرزق وممكن يخفز بيك ويجيب لك سرطان وده أنا بتتقلي واخد لك ربنا م. مش عارف إيه تمام وعنده الجنة والنار والإرهاب فبالتاكيد تبقى التخلص من من يعني من احبال هذه المؤامره صعب جدا وكمان هيمنتها لانها بتستخدم ادوات قويه جدا هي الحديث باسم الله والغيب وكل ضعف الانسان المدرك، الانسان هو الحيوان المدرك لضعفه. نعم واللي خياله بيشتغل في الاتجاه الابداعي وفي اتجاه ارهاب نفسه بنفسه تمام اه اتفضل صديقي هذا هو, وجهه هو هو نظر صحيحه لكن انا برايي انه مثلا دكتور شريف في سؤال مهم لانه هو يقول لك اوكي يعني هذا الدين هو مؤامره لا بس لكن ما فرقه عن بقيه المؤامرات هل أن نسمي الدوله هي مؤامره ايضا على سبيل المثال انا هيك هيك فهمت السؤال يعني لانه يعني اختفى الان انا اقول لا هو الدين احنا هاي التسميه نحن وضعناها يعني عندما ناتي الى الدين البابلي القديم احنا سميناه دين هي تسميه بحثيه لكن هو بالحقيقه عندما ناتي على الاشوريين اشور هي دوله امبراطوريه اه صار اه الها سمت الها اشور مساله اعتباطيه انت كما قلت حلول وهميه لمشاكل حقيقيه هاي الحلول الوهميه نسميها دين لكن عندما ناتي الى الدين الهندوسي يختلف عن الدين السومري او الدين دين اريدو يختلف عن دين طيبه في مصر وهكذا كل منطقه لديها دينها الخاص لكن هذا تسميه عامه لكن الدين في في فارس مثلا قبل ألفين سنه يختلف عن الدين في كنعان او في, في 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 الشام او مدينه الفلانيه في اليمن كان الدين يختلف فهو المصطلح العام هذا هو هكذا لكن هذا الدين هو نفسه مؤامر دين او دوله بالمعنى القديم هو مؤامره حتى الدوله الحديثه هي بمعنى المعاني هي مؤامره، مؤامره يشترك فيها البشر. يشترك فيها البشر من اجل غايه محدده، المصيبه وين؟ عندما هذه المؤامره تتحول على شكل ديني كلاسيكي قديم، كان من الضروري ان يكون هذا النمط استبدادي فاشي يقولب الناس ويغسل ادمغتهم ويحاول ان يغير قناعاتهم ويهذب كل شرورهم كما يسميها الداخليه بسبب بالهدف استقطاب كل ما لديهم باتجاه الهدف الذي يضعه رجال الدين بالتالي هذا الدين هو محصله كل القناعات ومحصله ما ما منجزات هذه الجماعه الثقافيه والمعرفيه والسلطويه والنظام كما قلت الربط والضبط فيما بينهم هذا يضعونه يجي موسى مثلا يجي بالالواح هذه مالتنا هذا الاله مالتنا هو هذه القوانين مالتنا عشر التزموا بها هذه محصله الدين اليهودي عندما تاتي الى حمورابي وضع المسله هذه مالتنا عندما تاتي الى المصريين نفس الشيء لكن ماذا نسمي هذا؟ نسميه دين لكن هم ما يسموه دين، هاي تسميه حديثه معاصره. حتى كلمه دين لا, لا يوجد دين مفهوم الدين مفهوم حديث جدا. بس المسيحيين استخدموا كلمه ريليجن. والدين الوحيد الذي استخدم كلمه دين وسمي بالدين هو الدين الاسلامي. تسميه الدين تسميه بحثيه. فبالتالي انه النظام نسيت سؤال ما هي كلمه دين يقولوا يسموها الطريق يسموها ما اعرفش ايه يعني ما اختلفت الاسماء ولكن الهدف واحد هي التاو. يعني... التاو بال... بالصين اه الطريق ايه تمام اه لا وحتى كانوا المسيحيين في الاول كانوا بيسموه اتباع الطريق ايه يعني... أتباع, الطريق. اتباع الطريق زي ايه واحد يقول لك ايه مثلا المسيحيين ما فيهاش كافر ايه لا هي الواقع ان هو ميكريون كافر بس احنا ترجمناه بالعربي بمعنى ثاني وكان في العرب <applause> المسيحيين بيسموها كافر بيسموها كافر طب نسميها هرطقه إيه؟ طب. طب المحصله المخالف ده بنحرقه بالنار اه بس خلص الموضوع فهي متاحه الالفاظ دي إيه؟ ممكن تمام هو فعلا الكافر مفهوم الكافر هذا خارج على القطيع لانه القطيع يرى انه كل شيء ضده كل شيء يكرهه ويجب يجب ان يقتل ان يصفى الان المشكله وين؟ ان الدوله الحديثه عندما تاتي ليش الدين هو اساسي بالعقل يعني عند عندما يقول هناك ثلاثه اشياء الفن والدين والفكر هو يعني والروح فهذه الثلاثيه موجوده دائما عند الانسان لأن هذا الاول يعبر عن الجماعه الدين والفن يعبر عن عن الفرد عن جماليات الخاصه يعني بس عندما تاتي للدين الدين يعطي فضاء يخلق فضاء الجماعه هذا الفضاء هو يشكل ما نسميه اله انت تشعر بوجودك ضمن جماعه انت الان مثلا اعتقد انت عايش في مكانك لكنك تذهب الى الاماكن التي تعودت الاكل منها، المطاعم التي تعودت الاكل منها، تلتقي باناس انت عايش في اوروبا، انا عايش في اوروبا، لكن ما زلت اتحدث بالعربي وهمومهم هموم الناس. لماذا؟ لانني انا تطبعت على هذا الفضاء واصبح جزءا مني. لا لا استطيع الخروج ولا لا انا اتقبل الاخرين يعني بسهوله ولا الاخرين يتقبلوني بسهوله. فبالتالي الدولة الحديثة هي الآن الفرق بين الدولة الدين القديم والدولة الحديثة الآن المجتمع أنه الإنسان لم يعد بالإمكان أن يبقى داخل جماعة لم يعد لا, يج لا يمكن هذا النموذج الديني انتهى وصل إلى أقصى حدوده يعني بدأت بالجماعات الصيد بعد ذلك تطورت جماعات صغيرة كبرت أصبحت دولة مدينة وكاهن وصلت الى اقصى حد بالدين التوحيدي هذا اقصى حد بعد ما تقدر تتجاوزه لانه قائم على فكره الجماعه على فكره وجود مؤمن وكافر هذه الثنائيه مدمره سبب دمار مجتمعنا ومجتمعاتنا هذه الثنائيه القاتله المؤمن والكافر. طب ودي ثنائيه هو بس احنا عايزين نختصر هي هي دي الثنائيه الطفوليه اللي الطفل لما ما بيعرفش طبعا عقله لسه صغير فما بيعرفش غير حلو وحش احنا بنفضل تبع تاثير الدين عندنا هذه النظره الطفوليه للامور جنه نار خير شر معايا ضدي مؤمن كافر الى اخره هو اللي إيه قلت في الاخر السؤال المهم. ما مصدر هذه النظره ما مصدر هذه النظره هذا السؤال المهم ما مصدر هذه النظره مصدرها هو هذا الوعي الديني المتخلف الذي ما زلنا مصرين عليه الحاجة... هذا الوعي الديني المتخلف ابن انسان بدائي لم ينضب بعد إيه هو... قبل ما يتعلم الدين إيه؟ بيتعلم هذه الثنائيه إيه؟ اللي بيلاقيها ويرتاح اليها في الدين لان الدين هذه مؤامره اه الامور الرماديه عايزه عقل ناضج ويعني و... امر صعب هو الفرق بين الدين الدين. هذا الفرق بين الدين والدوله الحديثه الدوله الحديثه ماذا تقول هاي الثنائيه بعد لا نحتاج البشر الثنائيه كانت مفيده في لحظه ما هاي الثنائيه يجب فك اواصرها دهنيا ولغويا واجتماعيا وجميع الـ 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 الطرق والدوله تصبح هي لا لا تقوم على اساس الثنائيات المؤمن والكافر ولا على اساس الجماعات على هذه جماعه وهذه اثنيات لا هناك نظام يشمل البشر جميعا وقانون يشملهم جميعا استثناءات قصيره والكل يقتنع بانه هو جزء من كل اسم الدوله ضمن فضاء اصبح هو فضاء علماني انا اسميه شئنا ما بيننا يعني الان احنا عندما نتحدث نتحدث بوسائل المانيه يعني انا ما ما احب الالمانيه بالمناسبه لكن هي الان إحنا كما يقول تشارلز تايلر الفيلسوف الكندي يقول احنا نعيش في فضاء الماني شئنا ما بينه مو بكيفنا يعني تمام ممتاز ده لي علاقه باللي بي بيقوله الاستاذ هيثم أودات بيقول مساء الخير اخواني ارنستو منصور ولكن اريد اجابه على سؤالي وهو ما مصير الدين في ظل وجود التكنولوجيا والتطور الحاصل على وسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب حيث أنها اصبح معظم الناس يشاهدون وجهات نظر مختلفه اخرى وهو ده ليه علاقه باللي انت بتقوله دي نقطه مهمه جدا ان دلوقتي انتقلنا الى المجتمع نسميه علماني المجتمع دلوقتي بعد التواصل ده المنتج هو ان بنرفض هذه الثنائيه خير شر كافر مؤمن والدوله تتعامل مع كل شخص على اساس تحدد هويته الدينيه و والعرقيه والحقوق ليست واحده زي موجود في الاديان الحر ليس كالعبد المراه ليست كالرجل والى اخره فده بنفس اللي بتقوله يعني او لو حبيت تعلق عليه بس لو سمحت بسرعه هو اول حاجه ان دلوقتي مجتمعات ترفض هذه الثنائيه وهذه التقسيم والتعامل مع الاشخاص على اساس التقسيم الاول ليهم واعتبار ان الاختلاف ده اختلاف طبيعي بشري يعني حق اصيل للانسان في الاختلاف مش بيتعامل على هذا الاساس هو هذا حسب كلامك ان احنا انتقلنا مرحله الدين دي انتهت احنا دلوقتي في مرحله اخرى يبقى مع وسائل التواصل الاجتماعي هي الحركه هتزيد سرعه ولازم نقبل الواقع الجديد بعيد عن هذه الثنائيه ولا ايه رايك هو هذا رايي إنه قضيه الان ما عادت حتى رايي انه اصبحت واقع حال انت لا تستطيع ان تعيش في المؤمن الكافر ما احترامنا كانت مهمه سابقا لكن هذا انتهت الان هذا النمط من المؤامرات القديمه أصبح والذي هي منعتها الدين الذي يجسدها الدين باعتباره هو العامل الفاعل الذي يسيطر ثقافيا على الجمع ويشكل عقل الإنسان القديم. هذه الثنائية لا لا وجود لها في مجتمعنا ولا يمكن أن تجد لها أي فرصة. أين تجد لها؟ تجدها في التعليم، هل تستطيع أن تمارس أن أن تطبق منهج ديني في نظام تعليمي الآن؟ في نظام دولة؟ هل تستطيع أن تطبق منهج تعليمي في إدارة شؤون وزارة هل أنت أن تطبق منهج ديني في تناول مسألة اجتماعية أو, أو, أو تربوية أو خدمية أو, أو فكرية أو أي شيء هل تضع فلسفة علم من خلال فلسفة منظور ديني فبالتالي الدين انتهى هذا أمر لا نقاش فيه ومن أنا أرى ومن يصر على أن الدين هو المؤامره الوحيده التي يجب ان نبجلها ونقف اجلالا لها هذا الشخص عليه ان يعرف بان احفاده سيدينونه على هذه المواقف وسيقولون لماذا فعلتم بنا هذا ماذا فعلنا ما الذي جنيناه منكم باعادتنا الى خلق هذا المناخ المتخلف الدوله يجب ان تكون هي المؤامرة الـ 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 المفضلة لدينا الدولة الحديثة المافيا الصالحة اي ايه والله يعني أنت تقول تقول المافيا لأنه ما يقول ضرايب مش أتواد بس يعني ما أسر... إي 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 لاب... برشيق 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 ما لابد منه بد اي, إي ما ماكس فيبر يقول الدوله هي الجهه الوحيده التي مخوله بحمل السلاح و... واخذ ضرائب وفرض قوانين شنو الان الدين كان سابقا ينتهي يعني شريعة العنف الآن انتهى الموضوع لماذا؟ لأن الدين لم يعد نموذج أو موديل صالح للتطبيق ويدعون تطبق ماذا؟ وهو ماذا في الدين حتى تطبق؟ هو موضوع لتشكيل جماعة الجماعة لا تصلح الآن أن تكون جزء من الحياة جزء من الواقع جزء من العالم جزء من ال... القصيدة أو الأسطورة الإنسانية أو الجماعة البشرية لا يمكن الجماعة البشرية الآن متقاربة مع بعضها بشكل كبير كثيف جدا لا تستطيع أن تجزئهم في جماعات عندما ما تفعل هذا وهذا ما يفعلوه الآن في مجتمعاتنا بالتعاون بين رجال الدين والحكم هذا اللي شتت مجتمعاتنا الآن اللي يجعلنا لا نعرف ما الحقيقة لا نعرف من نحن لا نعرف ما هو الدين لا نعرف ما هو الاسلام ما هو الحق ما هو الباطل ما هو العلم ما هو الحق كل شيء لا نعرف اي شيء دمرونا أه. لعنهم هو... لعنهم الـ... مين <تصفيق> <تصفيق> لا عايزين نأخذ شويه تعليقات طيب يعني عشان اول يعني. حاجه في ناس كثيره تأثرت بفكره ان احنا جايين من البحيره اللي رمانا فيها سيدنا سليمان عليه السلام <applause> فبيقول في في برضه صديقتنا شيلي بتقول احي وبتعرفوا تعوموا لا احي <applause> وبعد كده في صديقنا والفنان السيناريست يوسف توفيق ياسر عفوا صديقي ياسر طول عمري حاسس اني بر مائي كنت شاكك بس متاكد لو انت كنت معانا تحت <applause> وبعد <applause> كده في طبعا الاستاذ امير بيشكرنا على الحلقه وتعليقات جميله جدا طبعا في اسئله بس اسئله يعني هتاخد وقت كبير يعني اللي بيقولها دي خاصه بالمجتمعات الاولى واثر الفرد والاقتصاد دي دي وازاي بدأت الديان يعني البدائيه طبعا دي حلقات حتى مش هطرحها على الاستاذ لاني مواضيع مهمه ولكن ده احنا هنبدا حلقه جديده كده هو <applause> طيب. بعد كده هو في طبعا وده اللي هو امن لماذا ظهرت فكره الدين ومتى ظهرت طبعا ده ما مش هقدر اساله ده لانه السؤال مهم جدا عشان كده ما ينفعش ان احنا ايه غير ده عايز له حلقه آه بعد كده هو آه سمن لان بان المسجد اناني جدا يريد قصرا في الجنه مليء بالحور اه يعني هو حتى خلفي طبعا اه ما هي الناس جزء من المؤامره فبيعمل وفق هذه المؤامره ولكن إيه يعني بيضحي لرجل الدين آه. <applause> للمؤسسه واخد بالك هو طبعا في ما... بس هم طبعانين هنا في الارض <applause> ياخذ ما ينطي هو احنا عندنا عندنا مقوله بالعراق يقول لك الشيخ السيد ياخذ ما ينطي يعني, يعني آه. هو ما <applause> أنت عارف هقول لك على حاجة في منتهى يعني المسخرة يعني دول ما يعني عشان برضه الحالة ما تبقاش جديدة أوي. في أحد رجال الدين طبعًا اللي هو رئيس دير وبتاعه لان أنا ليا قرايب يعني أعرفهم وبتاع فإيه رحنا فإحنا بنقابل رئيس الدير مش بنقابل أي حد طبعًا واخد بالك؟ الناس البسيطة تمام؟ فأنا ما ما بوستش على إيده أوكي؟ فطبعًا هو كانوا عارفين يعني اللي معايا قرايبي عارفيني فيعني في يعني إيه ما بين الناس برضه الدجال يعرفون من هو الدجال <applause> لكن في واحد لفت نظري التعليق بتاعه بيقول ايه؟ بيقول يعني بس ده غرور منك. اه, آه. ان انا ما وطيش ابوس على ايد بني ادم هو ابقى بني انا اللي مغرور وهو اللي مدي لي ايده عشان ابوس عليها هو بالنسبه لك رمز للتواضع شفت انت زي طبعا ايه هو هذا الدين هو هادل هادل. ياخد هو ياخد وانت سعيد ان هو قبل عطيتك كان ممكن يرفض على فكره طبعا بس تخيل هذا هذا التاكيد على كلمه المؤامره لان يعني هي هاي المؤامره على الانسان اللي تخليه يرى الامور بالمقلوب ايوه هي هاي يعني اكو تعريف اكبر للمؤامره اكبر من هذا انت تبوس ايد اللي انت بتديله مع ان الطبيعي ان هو المفروض يبوس ايدك لو جاز بوس الايد فتخيل يعني اكو شيء اكبر من يعني هاي المؤامره يعني بزرها او بلحمها وشحمها تمام <تسجيل> طبعا في صديقنا محمود ابراهيم واضح انه متاثر بحلقه كانت مع الاستاذ ماهر حميد كنا بنتكلم فيها عن في جن اسمه ميمون ده اللي كان اللي نكح امه تلاقي اله الا الله <applause> اخ ميمون وده طبعا صديقتنا فاطمه رحال فبتقول ان هو ده تزويف تزييف الوعي تمام وتزييف الوعي جزء من انجاح المؤامره <الترنت> <التزيف> بمعناها الشرير يعني الاستاذ طلع انا فكر OK ان انا المتطرف الراجل ده طلع غلبان قاعد يعني يقول مؤامره مؤامره بس يعني يقصدها باحتمالات انا اقصدها معناها <applause> الذي هو <الـ اللي> احتمالات <applause> لا لا فاطمه يعني, يعني, يعني برضه ك... متطرف عنك ايه <applause> طبعا هو احنا اصلا احنا مو بس تزييف الوعي احنا الدين يدمر الوعي اصلا يا ريت على التزييف معلش يا قابلين يا عالم بس احنا يدم... يمسحها كسح يسموها بالعراقي كسح <تصفيق> يكسح <تصفيق> ولا يشبعون يقول لك لا هذا هو فكره كويه. استلاب العقل هو إيه؟ بينزع عنك قدرتك النقديه لدرجه ان إيه؟ هو ايه بتبقى انت معون لوضع الافكار فهو إيه؟ بيقول لك بوس ايدي عشان تبقى متواضع وغير كده تبقى انت متكبر انت ما بتشغلش دماغك طب طب ما هو ازاي يقبل لو هو التواضع صفه تمتدح في البشر هو المفروض يمثلها بشكل افضل ليه يمد لي ايده؟ لا ليش ليه تعرف ليش؟ انا اقول لك لانه أوه. رمز الفرد الصمد فكره أوه. الفرد الصمد هو يمثل المقدس، المقدس يمثل الجماعه ويمثل القطيع، فبالتالي انت عندما لا تقبل يده انت تنكس ذاتك وتدمر ذاتك لانك عندما تختار ذاتك مرجع لك معناته هذا تكبر وعلو وتاله انت انت تناطح القداسه القداسة هي الحقيقة الوحيدة التي يجب أن تعبدها وتوطئ وإلا فأنت حالك حال الشيطان عندما بالرواية الإيرانية بالقرآنية أنه لا يسجد لآدم نفس الفكرة نعم لا. لا هو دي في حلقة إحنا لازم نعملها عن المؤامرة الدينية في تدمير الذات هي هي هاي مهمة خطيرة موضوع يعني مثلا جزء من ادوات هذه انجاح هذه المؤامرة في تدمير مش بس الفردانية بمعناها السلبي وكلام زي كده ولكن على الاقل بمعناها الايجابي والقدرة النقدية واعمال العقل واختبار الامور والمنهج العلمي وكلام زي كده لا في حاجة تانية فكرة ان هو ازاي يدمر شخصيتك بلعبة اشعارك بالذنب انك انت مقصر مهما عملت حتى المسيح نفسه بيقول في آية بيقول فمهما عملتم فقولوا نحن عبيد بطالون يعني إيه إذا جاء السيد وراح رجع في وقعد ده المثل بيقوله المسيح تمام فيجي الخادم يقلعوا الجزمه ويغسلوا رجليه وده يخدمه وده ياكله وكلام زي كده هو حتى لو الخادم ده كان جاي تعبان وما ايه هل في الاخر يقول يبقى صاحب فضل على السيد؟ لا فمهما فعلتم للسيد قولوا نحن عبيد بطلون. صحيح صحيح انا اؤيدك إضافة انك انت افكارك الجنسيه ها؟ لا عايز تاكل وتشرب يا خبيث, يا خبيث. عايز الناس تحترمك الذات والكبر عندك شهوات شهوات انت شهوات <applause> لا انا 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 اتفق مع السيد المسيح برايه انا يعني ما اعترض على كلامه يعني يعني وعذره عذره لانه هي هاي الصحيح بذاك الزمن هو هذا الصحيح لان الانسان كائن شرير لا بد ان يعترض حلو حلو, حلو ده صالح في هذا الزمن عن تصورنا لله هو ده الله ولا هو. ده ولا ده المعلم بتاع القعده في الزمن ده لا. يعني هل الله بيطلب مننا مهما عملنا نقول نحن عبيد بطلين يعني طبعا طبعا أه. لانه هو فعلا يريد يدمر هذا قلت لك الانسان وجهه ايوه وجه العمله العمله الفرديه والوجه الجماعي فهو يدمر يدمر تماما الجانب الفردي لان هذا القطع ما يعيش راح ي... س... 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 يضمحل فورا لانه مساله مصيريه مش وهذا له علاقه بقانون قوانين دارون للتطور وهي مفارقه طبعا الدين الذي يكره القوانين التطور هو يطبق قوانين التطور كلها <applause> تمام ده اللي هو صديقنا اديت بيقول ان هو من الممكن اللي احنا بنقوله بهذا الشكل ما فيش واحد يقبله لكن ازاي نزيف الوعي زي ما بتقول صديقتنا فاطمه رحال هو ازاي ان هو يقدمه ليك بشكل اخر بلغه مع وجهه اللسان هي دي المؤامره هي دي الشبكه اللي من الممكن هذا يقول لك ايه ان ده ده بالعكس ده هو ده اسمه الجهاد الاكبر جهاد النفس من اجل تهذيبها من اجل تهذيبها ولا من اجل اشعارها بالذنب والتقصير اي طبعا و... هو التهذيب هو ما هو التهذيب؟ التهذيب ما هو؟ التهذيب هو تهذيب الحيوانات اي ان الانسان هو يجب وضع الوصايا عليه وتدجينه وترويضه بالتالي انه انت عندما تزيف الوعي, الوعي هذا الوعي هذا الانسان راحت من بالي الفكره المهم هذا الانسان يجب السيطره عليه ويجب الغاء شخصيته وهذا الانسان يحتاج هذا الشيء بالمناسبه يحتاج لانه كيف يعيش داخل القطيع لابد ان يتواضع ويقدم نفسه ضحيه ويثبت حسن ولاء للقطيع وحسن انتماء وهذا الانتماء يعود عليه بالراحه النفسيه بالمناسبه لهذا السبب الدين قوي تمام يوفر آه. لاخلك حس الانتماء ااا آه. آه طب احنا كده عشان ننهي الحلقه بس هنا هو انا مختلف معاك في ان انا شايف ان هو يعني في الجزء الاخير انك انت بتمتدح اشياء لا يمكن إمتدحها. <applause> صحيح آه ليه لانك انت بتنزعها من اطارها الايجابي المعقول وتمتدحها في شكلها المتطرف، هنا حصل التباس عندي قبل ما يبقى عند الناس. بس يوضح لي انا هقول الفكره يعني فين لازم نختلف مع بعض، هي فكره ايه؟ <applause> هي فكرة ان هو شيء طبيعي ان كانه في هستخدم اللغه دي يعني ان في عقد اجتماعي بين الفرد وبين المؤسسات بتاعت الدوله. لا يمكن ان يعني حتى طاعه الجندي غير طاعه المدني، تمام؟ يعني بتتطلب منه <applause> يعني ضاع بشكل مختلف خاصة في أوقات معينة وتحت زي معين ولفترة معينة ولا تبقى في فوضى فإحنا في عقدنا الاجتماعي بنتنازل على بعض من حريتنا وحقوقنا بل ومن حتى من فلوسنا بندي جزء من الضرائب في مقابل إيه؟ في مقابل إن إحنا نعيش في سلام ومحدش يعتدي عليا ويبقى في منشآت عامة صالحة أنا بستخدمها وأولادها يستخدموها بعد كده هو فده كله ده إن يبقى في ربط الفرد مش الفرد المتحرر من كل قيد لأن ده ما يصلحش للعيش في جماعة للفرد اللي يحقق فرديته ولكن داخل الجماعة من أن إحنا نيجي نتكلم مهما عملتم فأنتم عبيد بطارين آه ده شيء كويس لا مش كويس لا 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 ده آه لا لا تطرف دا مش كويس الفارق ده الكائن الفارق اللي إحنا بنتكلم على الإنسان يحترم الجماعة اللي عايش فيها ويشترك معاهم ولكن في نفس الوقت يحقق ذاته هذا التوازن المطلوب مش ان المؤسسه زي الشيوعيه اللي اللي محدش يرفع صوته لا ما يعني انا اتفق معاك, معاك لا يمتدح التطرف في الفردانيه زي ما لا يمتدح التطرف في استعباد البشر باسم ان ان الناس محتاجه كده هو انا انا لا اختلف معاك انا لا اختلف معاك 100% لكن عندما نذهب انا انا افرق فقط عندما احاول ان اصف الدين وكيف يفكر رجل الدين والمتدين وكيف يصنع المتدين؟ كيف يصنع رجل الدين المتدينين؟ لماذا هو متواجد في كل مكان؟ لماذا هو انت عندما تولد تجد كلماته في اذنك اول كلمات تسمعها؟ لماذا بالشارع هو موجود قريب من عندك؟ لماذا يمنع اي طرف اخر ياتي للتاثير عليك؟ هذا كله يعني بانه كانت إن كان الانسان محتاج لهذا الدين. كان بحاجه بالزمن القديم. قمع الانسان كان ضروري لماذا؟ لانه كانت الموارد شحيحه وكان من الضروري التضحيه بالفرد وشخصيته وتدميرها وسحقها لاجل الجماعه، كان الجماعه لانه الجماعه لا يمكن ان ت... الانسان لا يمكن ان يبقى بدون جماعه، هي هنا المعضله. الحياه ليست مثاليه، دائما ولحد هاي يعني اللحظه يعني بلحظه بعد شويه يصير عندك واحد يصير عنده انخفاض بالضغط ارتفاع بالقولون اي شيء يعني فالانسان كان ضعيف وناقص بالتالي هو بحاجه للجماعة. لكن المشكله قديما كانت الحلول والخيارات محدوده جدا فنفهم من هنا نتفهم فكره الدين ونتفهم لماذا الانسان يقبل بقمعه واستعباده واذلاله وهاي كلمه اذلال هي معنى كلمة دين بالعربية إذلال وامتثال وطاعة وإذعان هذا المعنى الدقيق للكلمة كل الكلام الأخير الدين ما له علاقة لا بالتسامح ولا بالطيبة ولا بالرحمة هذا معنى الدين الحقيقي هذا البقية كلها بروباغندا دعاية بتاع, بتاع عبد الله ودول الجماعة لكن هي أنا أتفق معك لكن هذا النموذج في عصرنا هذا كما وضحت بأن الدين هو المؤامرة هذه المؤامرة أصبحت وبال وكارثة ولعنة على مجتمعاتنا ويجب التخلص من هذا اللعنة واجب كل إنسان يشعر بضمير حقيقي وبحاجة حقيقية لأن ينجب أولاد ويربي أولاد ويصنع مجتمع ويساهم في صناعة هذا المجتمع واجب الحقيقي أن يكشف أبعاد هذه المؤامرة وهذا ليست إساءة للدين لا احترام للدين الدين يجب ان يحترم نفسه ويعرف حدوده ويعرف مساحته ويعرف انه ال ال هذا الدين يجب ان لا يتعامل مع الاخرين على انهم مجرد قطعان تابعين له تمام. <applause> يبقى بس هو في بس ايه تعليقين رغم ان انا قلت ان احنا هنخلص هو بس في سلوى لطيفي بتقول ما هو بطرس الرسول كان يأخذ مالك وانت خاف من الموت طبعا انا ما فهمتش حاجه خايف 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 يقصد ياخذ فلوسك وانت خايف من الموت يقصد تمام طب ايه علاقه بطرس بالموضوع؟ المسيح هو اللي قال كده هو على فكره ما قالش بطرس كده هو لو حبيت تكتبي تعليق تاني نفهم يعني تقصد ايه يبقى ده الختام او يعني مش هيبقى الختام لانه احنا عايزين نختم باللي بيقوله شريف يونس بيقول من الطريف ان نيتشا برضو شايف ان الانسان يجب, يجب ترويضه ترويضه وقضيه هل يجب ترويض الضعفاء المفتقرين للاخلاق المفتقرين للاخلاق الصحيحه في رايه ام ترويض الاقوياء بالدين وهو ما يرفضه هو ده هذا ده. اللي جاي هذا اللي يجري عبر التاريخ يعني نيتشه كرر ما حصل فعلا عبر التاريخ انه الضعفاء يتم استغلالهم وتهميشهم والقوي يصعد الى مرتبه رجل الدين والكاهن الاكبر والحاكم والعسكري واصحاب السلطه والبقيه هم مجرد يعني النموذج القديم للمدن ولحد القرن التاسع عشر انه قلعه وحولها مجموعه من الفلاحين. هؤلاء الفلاحين يزودون هذه القلعه القلعه يقودها رجال السلطه والعسكر والدين والحكم والفلاحين يزودوها بالمواد الغذائية ويزودوها بالجنود اللي هم وقود هذه الحروب المستمرة بين بين المدن والقلاع المشترك هذا النموذج القديم فبالتالي هو وصف هذا النموذج اللي كان عايشه هو نفسه فبالتالي انه فكرة الدكتور انه يقول الانسان يجب ترويضه طبيعي لابد ان يروض الانسان لان انت كيف تعيش انت عندما تولد حتى طبيعيه يعني مسأله بيولوجيه انت تولد كيف كيف تصبح انسان؟ لا انت تولد غايه في الانانيه والشراسه والعنف وكل ما هو سيء بيجي المجتمع بيخليك اجتماعي اي لا هو على الاب والام ماذا يفعلون؟ يعني يعني هو يروضك يعلمك مع معل... هو نوع من انواع الترويض بالتاكيد بس هو يرى انه ترويض الضعفاء الان اختلف الامر، الان انه كان اصبحت الفكره القديمه بيام نيتشه انه الانسان عندهم اكو هنالك اقوياء وهنالك ضعفاء، هنالك اذكياء وهنالك الغير اذكياء، الان مالتي انترشوال الان اكو نظريه الذكاءات المتعدده، هاي قضيه مهديه القديم انه هنالك جماعه اذكياء وهنالك اغبياء، وهنالك ناس بسطاء وهنالك هذه النظريه انتهت، الان كل انسان لديه طاقه محدده لانجاز شيء محدد كل انسان لديه مهاره باداء جانب محدد ينفع المجتمع والجماعه التي يعيش فيها فبالتالي هذا الانسان حتى الانسان المعوق والذي لا يسمع ولا يرى لديه موهبه في مجال ما كل ما على الانسان او الجماعه البشريه ان تحوك مؤامره جديده ليست مؤامره استراتيجي استراتيجيه لكي وزاره التربيه والتعليم <applause> اي والله <applause> اي والله إيه والله مؤامره وتيجي المافيا <applause> دائما مؤك... دا اكو مؤامرات لكن اكو مؤامرات شرعيه أه. ومؤامرات مؤامرات غير شرعيه هسه مثلا دوله داعش مثلا ليش هي غير شرعيه؟ لانه انقلبت على الحاكم لو انتصرت داعش كان قالوا هاي البقيه هم اللي هم الذين كانوا متأملين. لا دلوقتي في المجتمع الدولي اللي كمان بيفرض عقوبات وما ايه ومن الممكن يعني له حدود في التعامل يعني مش زي زمان اللي هو يعني ايه زي ما كانت هي قيلت كتير جدا بس احنا ناخد مره قيلت فيها لما جاء ايبك قطز قتل ايبك فجاء اللي هو قال له اللي هو يعني كبير بتاع المماليك من قتله فقالوا هذا قال يبقى الحكم لمن لمن غلب اي طبعا طبعا دلوقتي بيت ايوه ما تغيرناش كتير والحكم أيه لمن غلب المتغلب المتغلب ولكن يعني برضو في حدود ها أه؟ برضه الموضوع منضبط لان في دلوقتي في حاجه اسمها شرعيه دوليه في حاجه اسمها يبقى ضد يعني برضه في حدود هم يضحكوا نتمنى الحدود يعني تبقى افضل من كده هو يعني بالتاكيد وتكون ايه اه طيب المهم أه... عايز تقول حاجه اقولها قبل ما نرفع الجلسه لا ما في ولا انا اشكركم انا هذه افكار كثيره ونقاش جميل. جدي وانا مستعد يعني أه... مواضيع بيناتنا لا تنتهي طبعا جميل جدا طيب هو في النهايه اللي على تعليقا على اعتقد الاخت اللي بتقول موضوع الخوف من الموت طيب صحيح ما هو ده جزء من المؤامره ان يجي شخص يقول لك إيه؟ انت دلوقتي خايف من السرطان مش كلنا معرضين للسرطان او من الموت وكلنا هنموت طب نعمل ايه اعمل كذا وكذا وكذا طب ما ده ممكن يكون دجال هي دي المشكله ما هو ده ممكن يكون دجال يعني انا اوكي الناس خايفه من الموت يعني في الاخر يا استاذه ندي فلوسنا لمين نديهم للكنيسه <applause> ولا نديهم للشيخ ولا نديهم لل للامام الفقيه ندي يعني قولي لنا من الاخر ايوه هو يعني الموت عاد حددوا الهدف يعني طب وهو ده هيضمن في الاخر يعني ان ما نبقاش خايفين من الموت يعني هل المتدينين بطلوا يخافوا من الموت لا يروح البنك الاخر يروح هناك يستلم المستحقات <applause> <applause> بنك الاخر انت دافع تمام ايدك اليمين ده عندك ابراهيم ده عند <applause> عندك... ايه لا عندي تعليق على هذا من المؤامره ويعني في اخبث صورها استغلال ضعف البشر حاجة البشر جهل البشر عشان طبعاً. ناس على أفا هذا الشعب المطحون تطحنوا أكتر طبعا بأكاذيب يعني أنت كده ضمنتي دخل الجنة هو ما هذا هو فكرة بس هو الفكرة وين هاي جزء من المؤامرة هي فكرة الموت هاي ضرورة أذكرها آه. فكره الموت عايزينها بحضر... في الحلقه تدمير الزاد من خلال الخوف من المجهول إيه؟ الخوف من الموت الشعور بالذنب إيه؟ الى فكره الموت هي من اعظم افكار المؤامرات الدينيه الموت فكره الموت وليس الموت فكره الموت بحد ذاتها هي فكره مؤامراتيه صرف ومن اكبر اكبر ادوات الدين لإنجاح مؤامراته لماذا لأن المشكلة هي ليست في الموت المشكلة في الحياة الإنسان نحن مشكلتنا كيف نحيا وليس كيف نموت وليس ما بعد الموت هذا هو السؤال الدين يتهرب من هذه الحقيقة لأنه لا يستطيع أن يساعد الإنسان في حياته لا يستطيع أن يقدم له العون لا يستطيع أن يعالج الفقر لا يستطيع أن يعالج البطالة لا يستطيع أن يعالج الأمراض لا يستطيع أن يفعل أي شيء عاجز عشان كده بيكذب علينا ويقول لنا في معجزات كذابين اي معجزات هو ببلاش لانه ما يخسر شيء بلاش ما يدفع من كيسه مشيت كسبنا ما مشيت شيء على <applause>, لا, <تصفيق> لا فيه فيه. ما ينفع شيء فهو يقول لك هذا فهو كل شيء ببلاش هو يتبرع به يقول لك احنا عندنا العلم وعندنا لا, 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 لا ويضيعك لا بس مش ببلاش شوف <تصفح> هو القبول إيه إيه يعني هكذا دي اتبنت ازاي؟ فهذا الدين هو هذا الحقيقه، هو يبلفك ويقشمرك ويضحك عليك ويستغفرك وبعد ذلك عليك انتم انتم تمام عشان نرفع اي سوء تفاهم الاستاذه سلوى بتقول ان هو بتدي مثل ببطرس ودي موجوده في اعمال في اعمال الرسل ان في قصه حنانيا وسفيره فكانوا عايشين في جماعه شيوعيه يعني كل الناس تبيع ما تملك وتحطه تحت اقدام الرسل شفت البعد اللي كان بيكلمنا على الاقتصادي والسياسي والسلطة والسيطره وبعد كده هو هم يدوا كل واحد حسب تقديرهم حسب احتياجه وعشان ارهاب المؤمنين يعمل ايه؟ حكى قصه طبعا حصلت ما حصلتش، احنا نعتقد ان هي ما حصلتش، بس بنحكي قصه عشان نؤسس لفكره ان في واحد اسمه حنانيا باع حقله كل ما يملك وراح اخذ الفلوس بس طمع في جزء من المبلغ، يعني احنا بنحذركم اي واحد يعمل زي ده هيحصل معاه ايه؟ اه شوف الروح القدس هيموته وتيجي كمان اديت تحذير ها؟ نضرب للناس الامثال يعني يلا ما انا طالع من البحر <applause> بس بس طبعا بس كان شغال هاي عيدي. تيجي تيجي سفيره مراته العزيزه إيه السفيرة؟, السفيره ولا السفيره عزيزه تيجي عملت نفسه هي مش عارفه فروح يقول لها اه ليه كتبتوا على الروح القدس ما كتبتوش علينا ما كتبتوش علينا كتبتوا على مين على الروح القدس على مين على الله لا والروح القدس الحبوب ده هيعمل فيك ايه هيموتك وهو ذا الذين اخذوا زوجك على الباب عشان ياخدوك بعد ما يموتي قتلها لا الروح القدس اللي قتلها آه. اه شوف شوف شفت بس كانت ناجحه يعني شفت شفت العبره السؤال السؤال الان الخطير ليش لماذا هذه الطرق كانت ناجحه وما زلنا ما زالت الناس تؤمن بها هو هذا السحر السحر الديني الدين ساحر الرجال الدين سحر بمعنى المعاني ونحن نسميهم بالعراق قفاصين يعني هذا اللي يقفص عليه يعني يضع قفص عليه فاحنا عندنا عندنا اسواق هذول قفاصين اختصاصهم احتيال يعني يضحك عليك لو تطير فهذا <applause> ف... القفاص رجل الدين هو القفاص الاكبر ل... للجماعات البشريه ومن من اكبر دعاته انا شفت صديق مسعود مسعود مسعد مسعد غنين يقول الدين في الغالب علميا نتاج التطور الطبيعي بالتاكيد هو الدين نتاج لاشباع هاي الحاجات الانسان اللي رعاه. بالتاكيد هو كما قلت انه نتاج يعني هو الدين يكره يكره دارون لانه كشف اوراقه كلها اكو <applause> هناك اكو علم الدين التطور الان مهم جدا يعني الواحد تبع جميل طبعا في صديقنا العزيز حسن عمرو بيقول ادفعوا لي وانا اضمن لكم تضمن لنا يا عم هو, هو على مين احنا ناس قاعدين، <applause> أنا ناس لاجئين وعايشين ايوه لاجئين. والله ده احنا اللي عايزين حد يلم لنا <applause> <applause> طب ما تيجي معانا ونشوف مين يدفع لنا <applause> وتبقى ماسوني معانا تعال نعمل مؤامره يعني تعال نعمل مؤامره طبعا هنا هو بس خارج الموضوع كله قبل يعني ما استودعكم في رعايه من لا تضيع عنده الودائع اللي هو يعني اي حد المهم والله ما والله ما قصرت كلها ضاعت الاستاذه هبه صلاح بتقول الشرعيه الدوليه عملت ايه في طلبان طلبان ما احنا بنقول الشرعيه الدوليه نتمنى ان كمان ان تبقى محايده اكتر وان هي تبقى عندها ادوات للكذب باختيار جماعي بعيد عن المهم دي كلها اماني بس احنا كنا فين وبقينا فين يعني كنا فين وبقينا فين الـ الـ الوضع دلوقتي راضين عنه بالتاكيد لا لكن طبعا مساحه الحريات والفرديه والعلمانيه اللي بتزيد في في الدنيا احنا افضل من فترات كتير شو تعملها؟ شو يعمل هو انت الان عندك كائنات بدائيه شو تعملها يعني وبعد كده هو يعني ما هو ما هي دل... لا كنت هقول يعني انت دلوقتي الناس دلوقتي في اي بلد مقموعين يعني حتى الاخوان المسلمين عايزين ايه فين امريكا طيب ولو دخلت امريكا تمام يرجع يرجعوا ما هو ايه العراقي مع امريكا انتوا عايزين هيدخلوا ولا ما يدخلوش انتوا عايزين يعني ما مكان ما القرضاوي بيقول لفرنسا ادخلي ليبيا دخلت ليبيا بيت فرنسا بيت كلب ما انتوا ما حدش هذا لانه وديني الدين لاحش على كل الناس <applause> فهو يقول لك انت هاي هاي الشغله انا عايز الشرعيه الدوليه على مقاس مصالحي لا حد أيه على مصالحي مش عجباني أيه؟ وبعد كده هم ليهم مصالح برضه ما هم يعني مش ملائكه بس احنا يعني لا اقول لك عبرني عبرنا والله كريم <تصفيق> <تصفيق> عبرنا ودفعوا لي وبعدين عد مثل الاي أيوة. آه. جابوا امريكا جابت ذولا الان الزباله الموجوده هاي الزباله الان هم يقولون امريكا طلت تخرج امريكا ولسانهم كانوا ناس كحيانين يعني لانه أه. لانه الدين تحققت المؤامره أه. أه حسن عمرو صديقنا العزيز الشرعيه لعبت دور اساسي بمحاربه طالبان تمام ونقدر نقول طالبان انتصرت عليهم وما انتصرتش فيعني كانت في محاولات وبعد كده جرى تسييسها واكيد وحتى الدول اللي بتدخل يعني عشان تؤسس للشرعيه الدوليه اي أيها جزء من المؤامره ايضا جزء من المؤامره آه ما هي المؤامره انه يقول لك احنا انتصرنا على امريكا هزمنا امريكا لكن انتصرتوا عليها لا اكو فرق بين الهزيمه والانتصار انت اوكي هزمنا امريكا فيتنام هزمت امريكا لكن امريكا خسرت الحرب لا والله انا شايف الانتصار الحقيقي اللي, اللي اللي فعلا حتى انا احترمه هو ان يطلع ان المجتمع ده يطلع من انه يبقى عالم ثالث ويفرض رايه بالايه؟ بالعلم بالتكنولوجيا وعلى فكره ولما يرتقي ويتطور علميا وكده هو هيرتقي برضه اخلاقيا وهيبعد عن دماغه رغبه الغزو الاخر والكلام ده كله بل هيبقى يعني بطلت انت افسدت افسدت المؤامره الدينيه كلها بوظت الدنيا كلها <applause> يعني الناس الرجال رجال الدين وين يروحون؟ مليون واحد وين يروحون؟ <applause> طيب صديقنا إدد بيقول من امتع الحلقات فعلا احتراماتي وتحياتي واحترامنا وتحياتنا ليك نازل <applause> كريم <applause> الاديان عموما مثل الفيروسات ولكن الفرق هو ان الفيروسات يتطور داخل الجسد والدين فيروس يعني بيضرب العقل صديقتنا فاطمه رحال الدين مؤامره لانه بني على كذبه تطورت مع الزمن وتنوعت وانتشرت فوق كل الأرض حيث استغلتها نخبة بشرية لاستعباد بقية المجموعة طيب عايز أقرأ تعليقات تانية بس يعني إيه لأن التعليق ده خليه يعني إيه؟ خليه بس يعني خير ختام للحلقه خليه حي هذا بطي من صديق الرائع هذا ما اردنا قوله شكرا جزيلا لك شكرا ليك ونلقاكم في حلقه اخرى والحوارات وإن شاء الله ان شاء الله بسرعه تقول ربنا ياخدك لا 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 هو خدنا اصلا هو ربنا لا يسمع <applause> يعني لا دي يسمعها لا طبعا لا لا, لا أيوه. طبعا يعني احنا بنضحك كده هو وبعد كده هو احنا في عمار بيننا وبين ربنا فيعني في ايه يعني ده فعادي يعني لا وراقي كويس راجل بعض. كويس بوهر بوهر. <applause> مني يزعل من يزعل منك البشر ده احنا طالعين من تحت الميه اصحى نفسك اصحى اصحى يا باشا بس ميمون ما كانش معانا عشان في ناس افكارها وسخه شوف يعني مؤامره شوف احنا ناس ضحايا ضحايا مؤامرات يا يعني الله حتى احنا اللي كنا تحت الميه ضحايا؟ طبعا كل ضحايا تحت الميه في مؤامرات برضو في طبعًا كبير الكبير مسيطر مهيمن النينجا <applause> <applause> بطلوا تبقوا زي القراميط كده هو <ه> يلا <ه> عشان كده كان واحد لاقي واحده حلوه زمان كان هي بلطيه اصلنا بر <برمي> شكرا لكم ونلتقي في حلقه اخرى <applause> مع ومع الاستاذ منصور عبد الناصر يا والله انا اسمي لا نصر ولا بطيخ كل نصر وكلها خسائر نصر ومنصور وناصر ولا لا نصر ولا بطيخ <applause> ده, ده اسمك مؤامره <applause> مؤامره اكس اكاس على طريقه عادل امام اكس اكاس <applause> اوكي